او الشابتر بتاع الالكترون اللي انا لا ده وحش. ثانية واحدة، كنا بنتكلم على الشابتر بتاع الالكتريك فيلد، تمام؟ وقلنا ان الالكتريك فيلد قبل ما نتكلم عليه هنتكلم اكتر على الالكتريك فورس، والالكتريك فورس دي اللي عمل القانون بتاعها واحد اسمه كولوم، وقلنا ان القانون بتاعه كان بيقول ان الاف بتساوي كونستنت اسمه كي في الشحنه الاولانيه ماجنيتيود، في الشحنه الثانيه ماجنيتيود على مربع المسافه، ولو حبيت اخده كفيكتور يبقى بقول في اتجاه يونت فيكتور ار، وار ده زي ما اتفقنا بيعمل ايه؟ ار ده واصل ما بين الايه؟ الشحنتين، يا اما لو كان ريبالشن هيبقى ار لبره، ده لو كان ريبالشن، ولو كان اتراكشن هيكون لايه؟ هيكون لجوه. تمام؟ واخدنا مثال بسيط قوي، كان الاول شارج اسمه ده بوينت شارج، وحسبنا الفورس بتاعتها. وبعدين اخدنا مثال اهم شويه اللي هو كان بتاع الشارج ديستريبيوشن، قلنا ان لو عندي شحنات متوزعه على جسم كان طوله بي، يعني جسم كان طوله بي، وكنت عايز احسب الالكتريك فورس اللي بتاثر على شحنه هنا مقدارها كيو، قلنا ان لازم الجا لفكره الايه؟ الانتجريشن. فبدل ما بحسب الفورس مباشره، لا انا بحسب الاول الدي فورس اللي هي بتساوي القوة ما بين element معين، element ده كان على بعد x وعرضه dx، يبقى في شحنة مقدارها dq صغيرة، عشان q هي كانت التوتال شارج بتاع الرد، وحسبت الفورس اللي ما بين dq والq اللي هي كانت بتساوي 1 على 4 باي ابسلون نوت، في مين؟ في الشحنة الأولانية، في الشحنة الثانية على مربع المسافة، وبعدين قلت إن التوتال فورس هتساوي الانتجرال بتاع الإيه؟ بتاع دي اف، واشتغلت شويه رياضه لغايه لما خلصت القانون بتاعنا. تمام يا جماعه؟ يبقى احنا كنا اتكلمنا على مفهومين او على كذا مفهوم، مفهوم الالكتريك فورس كمقدمه لمفهوم الالكتريك فيلد، يعني الفورس اهم من الفيلد، سوري الفيلد اهم من الفورس، بس احنا بنبتدي بالفورس عشان نوصل للفيلد بعدها. اتكلمنا على قانون كولوم وقلنا ان هو قانون رئيسي في الكهربية، Fundamental Law of Electricity. يعني ايه Fundamental Law؟ يعني اول قانون اتعمل في علم الكهربية هو قانون كولوم، اول قانون اتعمل في علم الكهربية كان قانون كولوم، وكان بيجيب القوة بين شحنتين، وعملنا شوية شغل كده الاسبوع اللي فات. انا عارف ان انا متأخر شوية في موضوع الفيديوهات، بس بإذن الله يعني خلال الويك اند هخلص لكم البي دي اف والفيديوهات بتاعت الحاجات اللي احنا خلصنا. تمام؟ طيب حلو قوي. نبتدي بقى نتكلم النهارده على الشغل بتاع النهارده، اهو بقى لنا كده في عدد منكم زاد شويه. نتكلم دلوقتي على اللي احنا كان اساسا عايزين نوصل له من الاول، اللي هو الايه؟ الالكتريك فيلد. المجال الكهربي. المجال الكهربي احنا في الكورس بتاعنا هنديله الرمز كابيتال اي، وهو طبعا فيكتور، وعشان بس ما نتلخبطش بينه وبين الانرجي. تمام؟ يبقى المجال الكهربي في الكورس بتاعنا هنديها الرمز كابيتال اي والسهم طبعا، وهنعرف الالكتريك فيلد ان هو الفورس اللي بتاثر بير يونت شارج. هنعرف الالكتريك فيلد ان هو الفورس اللي وحده الشحنات. هو المفروض كانت تبقى وحدته نيوتن على الكولوم، صح؟ لان الفورس بالنيوتن والكيو بالايه؟ بالكولوم. لكن جرت العاده زي هنعرف في الشابتر الجاي ان احنا بنستخدم له وحده ثانيه اللي هي فولت على المتر. بنستخدم له وحده اكثر شيوعا واكثر استخداما اللي هي الفولت على الايه؟ المتر. يبقى الالكتريك فيلد برغم احنا لسه في الاول، لكن لما نوصل لشابتر 2 دايما هنقول على الالكتريك فيلد ايه يا جماعه؟ ان هو فولت على مين؟ على المتر. اوكي؟ طبعا اللي هيقول نيوتن على كله مش غلط. لكن انتوا هتلاقونا في شغلنا بنستخدم الالكتريك فيلد ايه يا جماعه؟ فولت على المتر وليس نيوتن على الكولوم. طبعا ده مش هيبان الا لما نوصل باذن الله تعالى الى مين؟ الى شابتر 2. خلاص؟ يبقى الالكتريك فيلد باي ديفينيشن هو الفورس بير يونت شارج اللي هو كان المفروض تبقى نيوتن بير كولوم، لكن احنا هنستخدم له دايما وحده الفولت على المتر زي ما هيبان اكتر في شابتر ايه؟ شابتر 2. طيب اطبق الكلام ده ازاي؟ العمليه بسيطه جدا. على فرض انا هقول لكم حاجه احلى من اقعد اتكلم كده، هنعيد المساله اللي احنا اشتغلنا قبل كده
بس ايه؟ يعني المساله بتاعت الشارج ديستريبيوشن هنعيدها دلوقتي بس استخدام مفهوم الالكتريك فيه حتى تبقى فرصه ريفيجن حلوه. انا دلوقتي تاني ارجع اقولها من جديد، انا عندي رد، الرد ده مشحون بوزيتيف، كان عنده توتال شارج كابيتال كيو وكان موجود من الاي للبي، يعني هو طوله بي وعليه شحنه كليه كيو. المره دي بقى هيكون السؤال ايه؟ كالكوليت ذا الكتريك فيلد ات ذا اوريجن. يعني المره اللي فاتت كان السؤال ايه؟ كالكوليت ذا فورس ات الشارج ات ذا اوريجن. لا، الالكتريك فيلد لان انا بقسم على الشحنه مش مرتبط بوجود شحنه، مش مرتبط بوجود شحنه هنا. الالكتريك فيلد هي بوجه عام كلمه مجال يعني ايه يا جماعه؟ مجال يعني الاريا اللي بيبان او الفوليوم السبيس اللي بيبان فيه الايفكت. دي برضو تسال تتقال. كلمه فيلد بوجه عام هي مناظره لايه؟ للفوليوم وير the field of the charge has an effect. has an effect يعني لما اقول ان عندي شحنه هنا هو Q مثلا وعايز احسب الفيلد بتاعها، يعني ايه الفيلد؟ يعني الشحنه دي في انهي منطقه حواليها. المنطقه دي ممكن تبقى فوليوم طبعا، هيكون لها ايه effect، هيكون في effect للشحنه دي. تمام؟ زي ما بقول ايه بالظبط يا جماعه؟ زي ما بقول مجال الجاذبيه الارضيه. يعني ايه مجال الجاذبيه الارضيه؟ يعني الاريا او الفوليوم اللي الجاذبيه الارضيه لها تاثير فيها. يعني الجاذبيه الارضيه ملهاش تاثير في القمر مثلا، يبقى ده معناه ان الجرافيتي بتاعت الارض ملهاش تاثير فين؟ في حته ثانيه، لكن لها تاثير فين؟ في الفوليوم المحيط بين بالارض بس. يبقى لما بقصد بكلمه فيلد هي المنطقه اللي بيبان فيها تاثير، المنطقه اللي بيبان فيها ايه يا جماعه؟ بيبان فيها التاثير. حلو؟ طب نكمل الكلام دوت. يبقى انا تاني لو عندي هنا سوري، لو عندي الرد هنا هون والمطلوب احسب الالكتريك فيلد هنا، حسب التعريف بعمل ايه؟ حسب التعريف انا بفترض وجود شحنه هنا مقدارها كام؟ طبعا دي بوزيتيف كيو، مقدارها بوزيتيف كيو، واحسب الفورس ما بين الاثنين وبعدين ارجع اقسم على ايه؟ الكيو. ديفينيشن بيقول كده، ديفينيشن بيقول لو عايز احسب الالكتريك فيلد هنا اعمل ايه؟ افترض وجود شحنه موجبه مقدارها كام؟ مقدارها بلس كيو، واحسب الفورس اللي ما بين الرد والنقطه دي وبعدين ارجع اقسم على الكيو. طب ما هو الكلام ده الى حد ما ملوش لازمه قوي، والاحلى افترض هنا وجود بلس 1 ولا لا؟ احلى اعمل ايه؟ افترض وجود شحنه هنا مقدارها بلس 1 كولوم. يبقى بدل ما احسب الفورس وارجع اقسم على الكيو، احسب الفورس مباشره ما بين الشحنه دي وال1. اقول تاني القصه دي علشان لو مش واضحه. تعريف الالكتريك فيلد انك تجيب الفورس وتقسم على شحنه. انك تجيب الفورس وتقسم على شحنه. يعني لما اجي اقول لك احسب الالكتريك فيلد بتاع البار دوت، المفروض تفترض هنا ايه؟ تفترض هنا بلس كيو، وتحسب الفورس ما بين الكيو الكبيره والكيو الصغيره، وبعدين ترجع تقسم على ايه؟ على كيو. طب ايه لازمه اللفه دي كلها؟ ما اقول من الاول ان هنا في شحنه مقدارها كام؟ مقدارها بلس 1. اقول من الاول ان هنا في شحنه مقدارها بلس 1. فلما احسب الفورس ما بين حاجه وبلس 1 وارجع اقسم على بلس 1، يبقى انا فعليا ما يعني ما عملتش مجهود ان انا اعمل حاجه وارجع اقسم عليها. خلاص؟ طب ليه بقى بفرض هنا بلس 1؟ عشان اعرف الدايركشن، عشان اعرف الدايركشن. لان انا لما اقول ان هنا ده شحنه بلس وهنا شحنه بلس 1، يبقى انا على طول عرفت ان الالكتريك فيلد فين؟ الالكتريك فيلد في الاتجاه ده. خلاص؟ فتعالوا بقى نبتدي المساله تاني من الاول من غير الزحمه دي، ونشوف ازاي زي ما قلت لكم كنوع من ريفيجن، نشوف ازاي هنحسب الالكتريك فيلد بتاعها. بس المره دي طبعا هعملها بسرعه جدا لان انا عملتها قبل كده. يبقى هنا المطلوب حساب الالكتريك فيلد بكام عند الاوريجن. يبقى نفتكر مع بعض سريعا جدا بعمل ايه. بقول ان دي مش بوينت شارج، يبقى ما اقدرش اطبق عليها القانون بتاع البوينت شارج اللي هو كولوم. يبقى اعمل ايه؟
اقسم دي الى يونتس كده اهو الاليمنت، الاليمنت دي طولها على بعد اكس وعرضها دي اكس، يبقى الاليمنت دي فيها مقدار اسمه دي كيو. دي كيو ده هو عباره عن ايه زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، ان بقسم التوتال شارج على التوتال لينس واضرب في مين؟ واضرب في اللينس. لان احنا قلنا لما اقسم التوتال شارج على التوتال لينس يبقى انا جبت حاجه اسمها شارج بير يونت لينس، جبت حاجه اسمها ايه؟ شارج بير يونت لينس، تمام. وبعدين لما اضرب في الدي اكس يبقى انا جبت الدي كيو، يبقى اقدر اقول المره دي ان الدي اي الالكتريك فيلد 1 على 4 باي ايبسلون نوت، الشحنه الاولانيه هي مفيش الا شحنه واحده المره دي سوري، اللي هي دي كيو على كام؟ على اكس تربيع. نفس الكلام بتاع المره اللي فاتت، ان الكيو متغيره يعني دي كيو دي لازم اجيبها بلاد الاكس، يبقى الدي اي هساوي 1 على 4 باي ايبسلون نوت، بدل الدي كيو زي ما قلنا هنعمل ايه؟ هنقول كيو على بي في الدي اكس على اكس تربيع، يبقى الاي هتساوي 1 على 4 باي ايبسلون نوت كيو على بي في الانتجرال بتاع الدي اكس على اكس تربيع، والاكس بتبتدي من ايه الى ايه؟ بلس بي، وتكمل الشغل زي المره اللي فاتت. يبقى احنا شفنا فعليا ان انا احسب الالكتريك فيلد، وطبعا الدايركشن لازم بعد ما تخلص بتعمل الدايركشن. لو الالكتريك فيلد طبعا انا من الاول قايل ايه؟ ان انا حاطط هنا بلس 1، يبقى دي بتعمل ايه في البلس 1؟ ما هو الالكتريك فيلد ان انا احسب الفورس واقسم على الشحنه، فقلنا بدل ما نعمل كده هفترض ان هنا بلس 1، يبقى دي بتعمل ايه في البلس 1؟ بتزقها ليه ناحيه الشمال، يبقى دي على طول بعد ما اخلص التكامل دوت اقوم كاتب جنبه ايه؟ ناقص يونت فيكتور اي. تمام يا جماعه؟ يبقى احنا كده اتكلمنا تاني على مفهوم الالكتريك فيلد ومفهوم وعملنا مع بعض تاني المساله بتاعت الرد باستخدام مين؟ او يعني كان المره دي بنحسب الالكتريك فيلد بدل ما بنحسب الفورس، فطبعا شفنا ان تقريبا مفيش اي فرق. في الالكتريك فورس انا بفترض هنا وجود شحنه كيو واحسب الفورس ما بينهم، في الالكتريك فيلد انا بفترض ان هنا شحنه بكام؟ ببلس 1 واحسب الفورس ما بينهم، يعني كاني بحسب ايه؟ كاني هنا في واحد، فالواحد ده طبعا مش هيفرق في اي حاجه بالنسبه لنا. هنلاحظ حاجه بعد كده ان كل شغلنا هيكون اكتر بمفهوم الفيلد، يعني مفهوم الفيلد هو اللي هيبقى طاغي اكتر بكتير جدا عن مفهوم الفورس. تمام؟ ودي هتبان اكتر طول ما احنا شغالين. اوكي؟ لان لو تاخد بالنا ممكن يعني هي ممكن تفهمه ليه بسهوله جدا. انا لو عندي شحنه بلس كيو هنا اهو، مجرد وجود بلس كيو هنا بتعمل ايه؟ يا جماعه بتعمل فيلد حواليها، بتعمل مجال حواليها، لانها بتعمل قوه حواليها. ليه؟ لان انا لو حطيت شحنه هنا اسمها بلس كيو صغيره، كيو دي هتعمل ايه في كيو دي؟ هتزقها. يبقى قدرت تاثر عليها فورس، وبدام قدرت تاثر عليها فورس يبقى هي موجوده فين؟ موجوده في نطاق الالكتريك فيلد بتاعها. زي بالظبط تاني لو حد برضو مش واضح له الكلمه دي انا ممكن اعيدها تاني مفيش مشكله. لو انت جبت جسم وحطيته في مجال الجاذبيه الارضيه، الجسم ده بيقع، بيقع ليه؟ لان في قوه الجاذبيه بتاثر عليه لتحت، فالجسم بيقع. تمام؟ لكن الجسم ده لو انا حطيته فوق القمر قوه الجاذبيه الارضيه ملهاش تاثير عليه، لانه خرج بره ايه؟ بره الفيلد بتاعها. تمام؟ طيب احنا كنا اتفقنا على حاجه المره اللي فاتت افكركم بيها، ان تقريبا النظري بتاع الشابتر كده قرب يخلص، برغم ان الشابتر لسه فيه شغل كتير، لان كل اللي هيبقى متبقي لنا دلوقتي ازاي نحسب الالكتريك فيلد بتاع مواقف مختلفه. كل اللي هيبقى متبقي لنا تقريبا ان احنا نحسب الالكتريك فيلد بتاع مواقف مختلفه وتوزيعات مختلفه من الشحنات وبطرق مختلفه، لان احيانا زي ما هنشوف بس مش المره دي ان الطريقه بتاعه تكون محتاجه تتطور شويه عشان تتعامل مع اشكال معقده اكتر من الالكتريك فيلد. تمام؟ هناخد دلوقتي في مجموعه امثله، مجموعه الامثله دي بتوضح اكتر الكلام اللي انا بتكلم عليه. تمام؟ المثال اللي بعد كده ده مثلا لو احنا سمينا قبل كده واحد نسمي المثال ده نمره 2 مثلا، الموقف اللي عندي عندي رد برضو، يبقى ده مشحون موجب. تمام؟ وجيت عند المنتصف هعتبر ان ده الاوريجن بالنسبه لي، وهطلع فوق المنتصف بارتفاع ار، واقول لك احسب لي الالكتريك فيلد هنا. يبقى تاني عندي رد
واجيب بالمنظر دون مشحون بشحنه موجبه، وجيت عند المنتصف بالظبط اللي انا هعتبره الاورجن بالنسبه لي طبعا عشان اسهل الرياضه، وطلعت فوقيها بار وقلت لك احسب لي الالكتريك فيلد على ارتفاع ار فين؟ فوق منتصف الرد. هنعمل حاجه صغيره، هنعتبر ان طول الرد اكبر بكتير من الار. هنعتبر ايه يا جماعه؟ ان طول الرد اكبر بكتير من الار. لو الطول ده اكبر من الار يبقى انا ممكن اعتبر ان ده تنس انفينيتي ولا لا، واسميه انفاينايت رود. اسميه ايه؟ انفاينايت رود. تاني احنا متفقين ان كلمه انفينيتي دي كلمه نسبيه. احنا اتفقنا ان انا لو بصيت على جسم قريب مني جسم، لكن لو جسم ده راح اخر الشارع بقى بوينت، لو راح اسكندريه مثلا انا ما عدتش شايف وبقى بالنسبه لي في الانفينيتي، صح؟ يبقى لو كان طول الرد، لو كان طول الرد اكبر بكتير قوي من ايه؟ من الار. لو كان طول الرد اكبر بكتير قوي من الار يبقى ممكن اعتبر ان طول الرد انفينيتي ولا لا؟ اه في الفيزيكس اه. لما تبقى حاجه اكبر بكتير قوي من حاجه تانيه يبقى ممكن اعتبر ان دي انفينيتي ويز ريسبكت تو الار، فعشان كده ده هنسميه انفاينايت رد. تمام؟ يبقى المشكلة بتاعتنا أو السؤال بتاعنا calculate the electric field of an infinite rod at a point r above the origin أو above the middle بتاع الرد. تاني calculate the electric field of an infinite rod. احسب المجال الكهربي الناتج عن رد طوله ما لا نهاية. أو طبعا أكرر تاني مفيش حاجة اسمها ما لا نهاية. ما لا نهاية يعني إيه؟ ما لا نهاية دي في الرياضة يا جماعة مش في الفيزياء. ما لا نهايه دي في الرياضه مش في الفيزياء. ما لا نهايه بالنسبه لي يعني حاجه اطول بكتير قوي قوي من مين؟ من الحاجه اللي انا بدرسها. دي قلناها قبل كده بس بكررها تاني. طيب اعمل ايه بقى في القصه دي؟ مؤكد مؤكد ده مش بوينت شارج. مؤكد ده مش بوينت شارج، يبقى طبعا اول حاجه ناكدها ده نوت ده بوينت شارج. طبعا لا. تمام؟ طيب ده ايه؟ ده شارج ديستريبيوشن. ده شارج ديستريبيوشن. تمام؟ ما دام شارج ديستريبيوشن يبقى لازم الجا لفكره مين؟ الجا لفكره الانتجرال. دي ما فيهاش فصال. طيب هو هنا قايل لي حاجه، قال لي تيك، يعني ده برضو في راس المساله، قال لي تيك لندا اللي هي هتبقى وحدتها كولوم بير متر هي الايه؟ الشارج بير يونت لانس. يعني ايه؟ يعني قال لي اعتبر ان كل وحده اطوال، اعتبر ان كل وحده اطوال شايله شحنه مقدارها كام؟ مقدارها لندا. اعتبر ان كل وحده اطوال شايله شحنه مقدارها لندا. في المساله اللي فاتت يا جماعه هو ما كانش عامل كده. في المساله اللي فاتت كان مديني راد طوله بي وقال لي ان شحنته الكليه كيو. المساله اللي فاتت كان قال لي ان عندي راد طوله بي وشحنتي كلها كيو، فانا اللي حسبت لندا المره اللي فاتت كانت كيو على البي، صح؟ ما هي لندا هي ايه؟ هي الشارج بير يونت لانس. في المساله اللي فاتت ما هو ما كانش مديني لندا، كان مديني التوتال شارج والتوتال لانس، فانا جبت اللندا ان انا قسمت التوتال شارج على التوتال لانس. في المساله هنا لا، في المساله هنا هو اللي مدي لك اللندا، بيقول لك تيك لندا كولوم بير متر، يعني اعتبر ان كل وحده اطوال عليها شحنه مقدارها ايه؟ مقدارها لندا. فهو تاني هو حاجه من الاثنين، يا اما بيديلك الشحنه الكليه والطول الكلي فانت تقسم الشحنه الكليه على الطول الكلي، يا اما يديلك اوريدي الحسبه دي اللندا بتاعته. وهو طبعا هنا بيقول لك تيك لندا ككونست، يعني هو بيقول لك ان هنا للسهوله هعتبر ان اللندا ده ايه؟ رقم، وبيقول لك ان هو كونست. طبعا احنا زي ما احنا عارفين ما بنحلش المسائل بارقام، هو بنديها برموز وخلاص. تمام؟ يبقى عندك رد طوله انفاينايت، يعني انفاينايت رد، والانفاينايت رد ده عنده شارج بير يونت لينس مقدارها لندا which is constant، والمطلوب حساب الالكتريك فيلد بتاعه على ارتفاع ار من المنتصف بتاع الرد. تمام؟ طيب تعالوا بقى نرسم المساله من تاني عشان الزحمه دي ممكن ايه تلخبط. يبقى انا عندي حاجه بالمنظر ده، تمام؟ وده الزيرو، وده رايح انفينيتي من الناحيه دي، وده رايح ناقص انفينيتي من الناحيه دي،
والمطلوب حساب الالكتريك فيلد على ارتفاع هنا الكتريك فيلد يساوي ايه. طب نجيب الوان بقى ونبتدي ايه نفكر هنتعامل ازاي مع القصه دي. بكرر تاني ان لازم طبعا ايه اقطعها الى اجزاء، بان ده حاجه طوليه يبقى المنطقي ان انا اقطعها الى سيجمنت بالمنظر ده، ودايما بدور على السيمتري بتاعت الشكل، دايما بدور على السيمتري بتاعت الشكل زي ما هنشوف. انا هعتبر ان الرد ده السيجمنت ده سوري البعد من هنا اكس والبعد من هنا اكس، لان انا دايما باخد ايه باخد نوع من انواع السيمتري عشان تسهل لي الشغل، وبعتبر ان الحته دي عرضها دي اكس والحته دي عرضها ايه عرضها دي اكس. تمام، يبقى انا عندي دي اكس من الناحيه دي وعندي دي اكس من الناحيه دي. اوكي يا جماعه جميل قوي. طيب الحته دي فيها شحنه مقدارها كام؟ انا عندي لاندا هي الشارج بير يونت لانس مش كده، فلو ضربت قلت ان دي كيو هي لاندا في دي اكس، صح ولا غلط؟ هقوم عامل ايه؟ هقوم واخد حته صغيره هنا، الحته الصغيره دي عرضها دي اكس، يبقى شحنتها ايه؟ هي شحنتها لاندا في دي اكس، لان لاندا هي الشارج بير يونت لانس اللي هو مديهاني في راس المساله، ودي اكس هو ايه؟ دي اكس هو طول الحته دي. طيب الدي اكس دي او الدي كيو دي عامل هنا الكتريك فيلد مقداره ايه؟ او ما اعرفش او موصل الخط اللي واصل ما بينهم، يبقى ده هو الايه؟ الدي اي بتاعي. لان دي هتعمل الكتريك فيلد هنا دي اي، لان ازاي بجيب الكتريك فيلد؟ بفترض هنا وجود بلس 1، بفترض هنا بوجود ايه؟ بلس 1، يبقى دي تعمل ايه في البلس 1؟ تزقه لبره. صح؟ طيب بنفس دايما زي ما قلت لكم بندور على السيمتري بتاعت الشكل. دي بقى تعمل ايه هنا؟ دي برضو تعمل الكتريك فيلد في الاتجاه ده، وان هما الاثنين على نفس البعد يبقى دي كمان هتعمل الكتريك فيلد فين؟ بالمنظر ده. يبقى تاني عندي الرد ومش عارف اتعامل معاه لان هو مش بوينت شارج وشارج ديستريبيوشن. يبقى طول ما انا عارف ان هو شارج ديستريبيوشن يا جماعه مفيش اسئله دلوقتي. مفيش اسئله دلوقتي، الاسئله في الاخر. تمام؟ طيب عندي الرد بالمنظر ده هقطعه الى اجزاء دي اكس. كل حته دي اكس دي عندها شحنه مقدارها كام؟ مقدارها دي كيو اللي هيساوي الشارج بير يونت لانس في دي اكس. طب دي هتعمل الكتريك فيلد كده ودي هتعمل الكتريك فيلد كده. تمام. طيب السؤال بقى الالكتريك فيلد هنا هو عباره عن ايه؟ دي بالظبط تاني زي مسائل الاستاتيكا، انا لازم احلل القوه قبل ما اقدر ادرسها. لازم احلل القوه او هنا الفيلد، يعني لازم احلل الفيلد قبل ما اقدر ادرسه. فهسمي الانجل ده سيتا. اسمي الانجل ده ايه؟ سيتا. ونتيجه السيمتري يبقى الانجل ده برضو سيتا. تمام؟ اكمل كده يبقى الانجل ده سيتا والانجل ده سيتا. صح؟ طب ابتدي احلل. لما جيت احلل هيطلع ايه؟ هيطلع ان عندي كده هو مين؟ هي دي اي ساين سيتا والفوق هو دي اي كوزاين سيتا. صح ولا مش صح؟ هو القلم ده مش حلو، معلش سوري يا جماعه. هحلل كده الدي اي كده، هحللها كده بدي اي ساين سيتا، ده السيتا يبقى دي كده الساين، واللي لفوق هي دي اي، هرسم لكم رسمه ثانيه بعد عشان ما تقلقوش، دي اي كوزاين سيتا. نفس الكلام بين الناحيه الثانيه، الرسمه دي مش حلوه هنعيدها ثاني معلش. فدي هتبقى عامله كده ودي هتبقى عامله كده. تمام، الانجل ده سيتا والانجل ده سيتا، يبقى معنى كده في سيمتري، ادي السيتا وادي السيتا. تمام، يبقى هيبقى عندك واحده كده هي دي اي ساين سيتا وهنا دي اي كوزاين سيتا، ونفس الكلام من الناحيه الثانيه هيبقى عندك هنا دي اي ساين سيتا وهنا دي اي كوزاين سيتا. مش كده؟ يبقى اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول ان الالكتريك فيلد في اتجاه الاكس هو عباره عن التكامل بتاع الدي اي ساين سيتا، لان كله هيبقى اتجاه الاكس كده في ساين سيتا، والاي واي هتساوي الانتجرال
بتاع دي اي في مين؟ في كوزاين سيتا، صح؟ الاليمنت الواحد عنده كوزاين كده وكوزاين كده وعنده ساين كده وساين كده، لكن اعتقد بسهوله شديده كلنا هناخد بالنا من ايه؟ ان وجود الاوريجن هنا، وجود الاوريجن هنا هيعمل ايه؟ هي الصوره بتعلق يا جماعه. طب بص هقول لكم حاجه، انا هقفل الكاميرا، يجوز قفل الكاميرا يخلي النت احسن شويه، يا ريت يعني. طيب احنا قلنا ايه؟ هناخد كده كوزاين وكده كوزاين، يعني دي الكوزاين بتاعها كده ودي الكوزاين بتاعها كده، تمام؟ ودي الساين بتاعها كده ودي الساين بتاعها كده. واضح قوي ان كل مركبه يمين عندها مركبه شمال، صح؟ نتيجه السيمتري، كل واحده من اليمين قدامها واحده ثانيه من الشمال. يبقى ده معناه ان كل المركبات بتاعت الاكس لما تتجمع، لو كل واحدة يمين قدامها واحدة شمال، كل واحدة يمين قدامها واحدة شمال، يبقى لازم الكلام ده يساوي زيرو من غير ما اعمله فروم السيمتري ولا لا؟ صح؟ عشان كده بقول لك دايما لما تيجي تحل مسألة الكتريك فيلد فيها تكامل او اي مسألة الكتريك فيلد، بص على السيمتري، بص على التشابه. انا دلوقتي عندي رد بدرسه من منتصفه، يبقى لاحظت ان كل كومبوننت يمين قدامه او كل اليمنت يمين قدامه اليمنت شمال. يبقى لما جيت اعمل الديكومبوزيشن بتاع الفيلد هنا هلاقي ان كل الساين اليمين قدامه ساين شمال، يبقى السيمتري على طول ضيعت الكومبوننت ده. ده ما حصلش بالنسبه للواي، ليه؟ لان كل واحده هتطلع لفوق، ما كلهم هيطلعوا لفوق برضه. لما كلهم يطلعوا لفوق هيحصل ايه؟ كلهم هيجمعوا في اتجاه الواي ولا لا؟ يبقى الكومبوننت دون لا يساوي زيرو. دايما لما المساله بيبقى فيها سيمتري بتنتهي انك انت بتحل انتجرال واحد بس. تاني لو اي مساله فيها سيمتري فيها تشابه، السيمتري ده بيخليك تعمل ايه؟ وان انتجرال فقط. لو مفيش سيمتري زي في مساله هناخدها باذن الله النهارده لو لحقنا، لو مفيش سيمتري هضطر يبقى عندي ايه؟ عندي تو انتجرلز. جميل يا جماعه؟ طيب اكمل انا دلوقتي بقى الاي واي اللي انا عايزها، هي عباره عن الانتجرال بتاع دي اي في مين؟ في الكوزاين سيتا. جميل قوي يا شباب. طب الدي اي هي عباره عن ايه؟ دي اي هي التكامل بتاع ايه؟ او سوري متاسف، دي اي هو الالكتريك فيلد بتاع الحته الصغيره دي. يبقى كام؟ يبقى 1 over 4 باي ايبسلون نوت، تمام؟ في الشحنه اللي انا بدرسها، الشحنه اللي انا بدرسها مسميها ايه؟ مسميها دي كيو، اكتبها الاول. على مين؟ على مين؟ ما دي سؤال بقى. الارتفاع ده ار، صح؟ والبعد ده اكس، تمام؟ يبقى البعد ده هقول عليه كابيتال ار، اللي هو طبعا السكوير روت بتاع ار تربيع زائد اكس تربيع، يبقى على ار تربيع، صح؟ يبقى اي واي هساوي 1 على 4 باي ايبسلون نوت، دي كيو هي الشحنه اللي انا بدرسها اللي هي موجوده هنا، على مربع المسافه، المسافه ما بيننا هي مين؟ هي الايه؟ الضلع دوت. جميل قوي. طيب طبعا زي ما احنا عارفين ان ما ينفعش اعمل تكامل الا ما يكون عندي 1 فاريبل. السؤال الاولاني، هي ار متغيره؟ اه طبعا ار متغيره. ليه؟ لان كل اليمنت هتلاقي الار بتاعته بتعمل ايه؟ يعني الاليمنت ده ار بتاعته هنا، اللي بعده ار بتاعته هنا، اللي بعده ار بتاعته هنا، اللي بعده ار بتاعته هنا، يبقى الار نفسها فاريبل، تمام؟ يبقى ده معناه ان التكامل ده لازم يتعمل بجد. يعني ايه لازم يتعمل بجد؟ لازم ما عنديش حاجه اطلعها بره زي المره اللي فاتت. يبقى اي واي هتساوي 1 على 4 باي ايبسلون نوت، هي اللي مش هتضايقني في حاجه في التكامل. دي كيو، دي كيو احنا لسه قايلين من شويه هي موجوده قدامنا، اللي هتساوي كام؟ لاندا دي اكس على ار تربيع، صح يا جماعه؟ يبقى اي واي يساوي 1 على 4 باي ايبسلون نوت لاندا دي اكس على ار تربيع. جميل قوي. ارجع اسال نفسي نفس السؤال، انا عايز اعمل التكامل ده، يبقى ما ينفعش اكامل الاكس بالنسبه للار، ما فيش حاجه اسمها دي اكس ار يا جماعه، لازم تبقى دي اكس اكس، مش كده؟ يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان انا عايز اجيب العلاقات المثلثيه، هنا طبعا في كوزاين سيتا انا نسيتها. التكامل ده شكله مش لذيذ قوي. ليه مش لذيذ؟
لان الثيتا متغيره ولا مش متغيره؟ اه متغيره، لان انت بتعمل ايه؟ بتشوف الاليمنت اللي بعده واللي قبله، اي اليمنت هنا، اي اليمنت من الرد، اي اليمنت من الرد الثيتا بتاعته ثابته ولا متغيره؟ طبعا متغيره، يبقى ثيتا فاريبل، صح؟ طب الار، الار هو الايه؟ الوتر دوت، الحته دي، كل ده طبعا متغيره ولا لا؟ يبقى انت الثيتا متغيره تمام، والار متغيره، والاكس هو المتغير اللي بتكامل بالنسبه له. فطبعا ده تكامل، عايز ايه؟ نركز شويه فيه مع بعض. عاده في الشيت وفي الامتحانات ما بنطلبش منك تكمل التكامل عاده، بس مش كل مره يعني. فاحنا عايزين دلوقتي ان احنا في محاضره، تعالوا نكمل التكامل ده مع بعض. التكامل ده زي ما قلت لكم قبل بيتعمل كده، بيتعمل بحاجه اسمها change of variables. المره اللي فاتت قلت لكم التكاملات دي بتتعمل بحاجه اسمها ايه؟ طريقه change of variable. نكتب التكامل ونرجع نتعامل معاه خطوه خطوه، مفيش مشكله خالص باذن الله. يبقى اي واي هتساوي 1 على 4 باي ايبسلون نوت، اللامدا تطلع بره مش هتضايقني في حاجه، ويبقى عندي قصه ان انا اتعامل مع كوساين ثيتا دي اكس على ار تربيع. عايز اتعامل مع كوساين ثيتا دي اكس على ار تربيع. طبعا هلجأ للمثلث، ما عنديش حل تاني يعني. نرجع نرسم المثلث هنا جنبنا عشان ما نتوهش. ادي الثيتا وادي الاكس وادي الار وادي الكابيتال ار، صح؟ وعايزين نلاقي علاقات تخلي التكامل ده قابل ان هو ايه؟ يتعمل. طب نبتدي يا جماعه نشوف الثيتا هتطلع لي ايه. تعالوا نشوف. سوري. كوساين ثيتا. كوساين ثيتا هتساوي مين؟ هتساوي ار على كابيتال ار. طيب تعال نشوف ساين ثيتا. ساين ثيتا هتطلع لي مين؟ هتطلع لي اكس على ار. تعال نشوف تان ثيتا. تان ثيتا هتطلع لي مين؟ هتطلع لي اكس على ار. صح؟ جميل قوي. عندي بقى سؤال مهم قوي، مين في العلاقات دي له لازمه ومين ملوش لازمه؟ فكروا كده ثانيه، هتلاقوا ان العلاقه دي ظريفه قوي. ليه ظريفه قوي؟ لانها بتجيب الار اللي هي ايه؟ سوري بالعكس، بتجيب الار اللي هي متغيره بدلاله الار الثابته. ما تنساش ان ار ثابته والثيتا والاكس والار متغيرين. تاني، الار ثابته والاكس والار والثيتا متغيرين. حلو؟ طيب يبقى العلاقه دي شكلها كده مفيد. العلاقه دي برضو شكلها مفيد، ليه؟ لانها جابت الاكس اللي هي متغيره بدلاله الار. حلوه ولا زي قلتها؟ ها؟ زي قلتها. ليه زي قلتها؟ لان الاكس متغيره والار متغيره تمام، والثيتا متغيره. يعني ايه لازمه البتاعه دي؟ البتاعه دي كل اللي فيها متغيرين، الاكس بتتغير والار بتتغير والثيتا بتتغير، يبقى دي مؤكد ملهاش لازمه. تاني، انا عايز اجيب، انا وصلت للتكامل بتاع كوساين ثيتا دي اكس على ار تربيع، وطبعا لقيت ان الثيتا متغير والاكس متغير والار متغير، يعني كل حاجه بايظه، صح؟ قمت عامل ايه؟ قمت مدور من الجيومتري من المثلث ده على العلاقه اللي بتربط الكميات اللي عندي اللي هي الاكس والثيتا والار. وقبل ما ابتدي قمت كاتب كل حاجه عندي. كتبت ان كوساين ثيتا يساوي ار على ار، تان ثيتا يساوي اكس على ار، ساين ثيتا يساوي اكس على ار. هافاجئ بايه بقى؟ هافاجئ ان ساين ثيتا دي ملهاش لازمه. ليه ملهاش لازمه؟ لانها الثيتا متغيره والاكس متغيره والار متغيره، يبقى انت ما جبتش حاجه. انت بتجيب متغير بدلاله متغير، يبقى دي كومبليتلي يوزلس، ما تقرب لهاش. دول حلوين بقى. ليه دول حلوين؟ لانه بيجيب لك متغير بدلاله ثابت، ودي بتجيب لك متغير بدلاله ايه؟ ثابت. يبقى دول اللي هشتغل عليهم. يبقى العلاقه دي هتقول ان كابيتال ار هتساوي ار على كوزاين لار سيك ثيتا، والعلاقه دي هتجيب لي ايه؟ هتجيب لي ان اكس هتساوي ار في تان ثيتا. جميل قوي. يبقى دي اقدر منها اقول ان دي اكس اللي انا عايزها هي ار في ايه؟ كلنا عارفين متفاضل التان هي سك تربيع ثيتا دي ثيتا. حلو يا جماعه؟
كده الدنيا بقت ايه؟ احلى بكتير قوي. ليه احلى بكتير قوي؟ لاني اقدر اعوض الكلام ده في العلاقه الاولانيه. يبقى اي واي هساوي 1 اوفر 4 باي ابسلون نوت في اللندن، ما ننساهاش في التكامل بتاع الايه؟ الحاجات اللي عندي، ابتدي اعوض بالايه؟ بالحاجات المتغيرات اللي عندي. يلا يا جماعه، هتبقى كام؟ هتبقى اول حاجه كوزاين سي تخليها زي ما هي، بدل الدي اكس اكتب ايه؟ ار سك تربيع سيتا دي سيتا، وبدل ار تربيع هكتب ايه؟ ار تربيع سك تربيع سيتا. صح؟ تاني، انا جبت كل العلاقات المثلثيه اللي انا محتاجها، تمام؟ وهسيبها هنا، هون يبقى كوزاين سيتا هسيبها زي ما هي، الدي اكس هكتب بدلها ار سك تربيع سيتا دي سيتا، والايه الار الكبيره هكتب بدلها ار تربيع سك تربيع سيتا. طبعا واضح ان الدنيا خلصت خلاص، سك تربيع هتروح مع سك تربيع ار مع واحده من الاثنين، والار ثابت، يبقى اي واي هتساوي لندا على 4 باي ايبسلون نوت في ار في الانتجرال. الحمد لله ما عادش فاضل الا كل الحكايه ايه؟ كوزاين سيتا دي سيتا، وده تكامل مؤكد نعرف نعمله. طبعا حد كده شاطر هياخد باله ان لسه في مشكله، او يعني مش مشكله، حاجه بسيطه قوي، اجيب الار، اجيب اسمه ده الليمت منين؟ يعني انا لما كنت شغال على الاكس، لما كنت شغال على الاكس كان هنا ده رايح لبلس انفينيتي وده كان رايح لماينس انفينيتي، صح؟ بس انا دلوقتي التكامل ده قلب على تكامل على سيتا. التكامل ده قلب على مين يا جماعه؟ على سيتا. فدام قلب على سيتا يبقى انا لازم اجيب الليمت وذ ريسبكت تو ايه؟ وذ ريسبكت تو سيتا. دي سهله جدا جدا، وفكروا معايا كده هقول لكم على الاتي. دايما بتجيب الليمت ازاي يا جماعه؟ من الجيومتري بتاعت الشكل، معلش انا عايز ارجع تاني للرسمه دي، لان دي واضحه. دايما بجيب الليمت من الجيومتري بتاعت الشكل. طيب احنا قلنا ان ده الزيرو، ده الايه؟ ده الزيرو. طيب انا عايز اجيب ناقص انفينيتي، السيتا تفتح كام علشان تروح ناقص انفينيتي؟ تاني فكروا فيها، انا مش عايز اقولها، عايزكم تفكروا فيها. دلوقتي انا البروبلم كان جاي لي بدلاله الاكس وقلب ان هو يبقى بدلاله السيتا، خلاص. طيب السيتا يعني لو كان بدلاله الاكس كنت قلت ناقص انفينيتي، بس هو قلب بدلاله السيتا، يبقى السيتا دي تفتح قد ايه علشان تروح ناقص انفينيتي؟ احنا عارفين ايه تعريف الناقص انفينيتي؟ ان هما بيتقابلوا في الملانهايه. حلو؟ يبقى واضح جدا ان السيتا دي لما، ما هو ده الزيرو بتاعها، لما تفتح كده ها ناقص باي على 2، مش كده؟ ليه؟ لان انا بلف ايه؟ كلوك وايز، انا بلف كده كلوك وايز تبقى بالناقص. نفس القصه، السيتا دي عشان تروح زائد ما لا نهايه، السيتا دي تعمل ايه؟ تلف كده ولا لا؟ تلف كده انتي كلوك وايز عشان تروح ايه؟ زائد باي باي 2. يبقى الصح بقى ان انا اعمل ايه؟ ان انا اكامل من ناقص باي على 2 الى باي على 2. تاني الحته دي ممكن اقولها تاني دلوقتي، لما كنت بكامل بالنسبه للاكس كان ناقص انفينيتي وزائد انفينيتي مفيش مشاكل، لكن انا تكامل اجبرني ان انا اروح للسيتا، اجبرني ان انا اعمل ايه؟ اروح للسيتا. فهتقوم عامله ايه؟ انت تفكر نفسك بقى، السيتا دي تلف قد ايه عشان تروح ناقص ما لا نهايه؟ السيتا دي تلف قد ايه عشان تروح ناقص ما لا نهايه؟ ما لا نهايه يعني ايه؟ يعني متوازيين. يبقى واضح ان السيتا دي لو لفت باي باي 2 تمام كلوك وايز يبقى ايه؟ يبقى راحت ناقص ما لا نهايه، يبقى السيتا تروح لناقص باي باي 2. السيتا دي بقى عايز تعمل ايه؟ عايزه تروح زائد ما لا نهايه، يبقى السيتا دي لو لفت كده هتروح ايه يا جماعه؟ السيتا دي لو لفت كده هتروح ل السيتا هتروح لباي باي 2 لما الاكس تروح زائد ما لا نهايه. يبقى تحول التكامل بتاعي الى المنظر دون، ان اي واي يساوي لندا على 4 باي اس نوت في ار، الانتجرال من ناقص باي باي 2 لباي باي 2 كوزاين سيتا. طبعا العمليه بقت ايه؟ بقت بسيطه جدا. يبقى اي واي هتساوي لندا على 4 باي ايبسون نوت ار، الكوزاين طبعا بايه؟ بناقص ساين، وتعوض التكامل في منتهى السهوله.
هتلاقي ان كوزاين سيتا، هتلاقي ان ساين سيتا سوري اللي هي واحد هتبقى واحد ناقص واحد. طبعا الكلام ده مش محتاج اقول انه سهل زياده عن اللزوم. الكلام ده هيطلع بكام يا جماعه؟ هيطلع باتنين، مش كده؟ يعني كلنا مؤكد في ثانيه نعمل التكون بتاع الكوزاين هيطلع ايه؟ هيطلع ساين، وساين 90 بواحد ناقص ساين ناقص 90 ناقص واحد ناقص، هتروح مع الناقص، يبقى بقى عندي ايه؟ بقى عندي زائد. يبقى انا عرفت ان الاي واي هتساوي 2 لندا على 4 باي ايبسون نوت في ار، تمام؟ مش عاده مش هشيل 2 مع الاربعه. ليه؟ لان 1 على 4 باي ايبسون نوت هي الكي، واحد يبقى عاده هنقولها كي في 2 لندا على ار، تمام؟ يعني ال 4 باي ايبسون نوت دي عاده بنسيبها على بعضها كده عشان اكتب بدلها الكي. حلو؟ طبعا لو حد من... لا مش حلو قوي يعني، او حلو بس لسه ناقص حاجه، الدايركشن. الدايركشن طبعا احنا كان لما اشتغلنا كده طلع الالكتريك فيلد لفوق، يبقى اخر حاجه هقول اذا اي واي هتساوي كي او في 2 لندا على ار في اتجاه اليونت فيكتور جي. يبقى انا الحمد لله ايه؟ خلصت التكامل. لحد ما طبعا انا عارف ان الكلام ده مش اسهل حاجه بالنسبه لكم او ما تعاملتوش معاه قبل كده، فاستثناء ان النهارده هفتح الاسئله في نص المحاضره، لان مش معقوله اخد الاكزامبل اللي بعده وانتوا لسه عندكم اسئله في هذا الجزء. فالنهارده زي ما اقول بصفه استثنائيه هنفتح الاسئله في منتصف المحاضره، علشان الكلام ده يعني مش عايز اقول صعب بس هو جديد بالنسبه لكم، فممكن يعمل لخبطه شويه، تمام؟ فزي ما قلت دكتور ممكن سؤال؟ طيب قبل ما تتاكد ان المثال ده اتفهم علشان تبقى الدنيا ايه؟ مظبوطه، تمام؟ فحاليا الاسئله تقدروا تانميوت يور سيلف، واللي عنده اسئله يتفضل. طيب دكتور سؤال. اتفضل. مين؟ ادهم. ادهم اوكي، اتفضل يا ادهم. ممكن حضرتك ترجع ورقتين ولا حضرتك بترميهم برضو؟ والله ما انا عارف، انا برميهم على المكتب في كل حته ملخبطه حواليا. في ايوه على... الورقه اللي قبلها على طول. انت لخبطتني، دي كانت بدايه المساله. ايوه بص، هو حضرتك مش احنا عملنا ريزوليوشن فورسين مش فورس واحده؟ لا قول تاني معلش بعد اذنك يا ادهم. استنى احنا عملنا، انا عندي الصوت من عندي. استنى يا ادهم بس. طيب ماشي. انا عندي جوز مشكله عندي انا. قول يا ابني. احنا عملنا ريزوليوشن لاثنين دي اي صح؟ صح. لما الساين بتاع دي لغت الساين بتاع دي صح؟ بتتكلم على الساين ولا الكوزاين؟ لا الساين الاول، الساين لغوا بعض طبعا. طب والكوزاين الاثنين طلعوا لفوق صح؟ انا ليه حسبت ان هو واحده بس؟ مش المفروض هما الاثنين اثنين كوزاين يعني اعمل اثنين قبلها؟ فهمت سؤالك والله دلوقتي. اللي انت كان بتقوله صح، بس بعد كده اكمل من الزيرو لانفينيتي. انا خدت واحده بس وكملت من ناقص انفينيتي لانفينيتي، يبقى صح ولا غلط؟ صح يا دكتور، الله ينور عليك. ايه الله ينور عليك، احنا قاعدين على قهوه يا ابني. انا اسف، بلاش كده بالطريقه دي بعد اذنك يعني. دكتور ممكن حضرتك تعيد الحته دي تاني؟ دلوقتي انا بتكلم، انا بتعامل مع نص الرد ولا كل الرد؟ بتعامل مع كل الرد. فانا عملت ايه؟ انا خدت دي، طبعا الساين سهل قوي مش محتاجه شطاره ان هما موتوا بعض صح. الكوزاين بقى، الكوزاين على فكره السؤال ده لحد ما انا كنت متوقعه لان دايما الناس بتساله. انا لما جيت اشتغل لفوق اخدت 2 دي اي كوزاين ولا اخدت دي اي واحده بس؟ عم ادهم كان بيقول انت كان المفروض تضرب في 2. لو كنت ضربت في 2 كان بعد كده اكامل من زيرو الانفينيتي ولا من ناقص انفينيتي الانفينيتي؟ مين اللي كان بيسال؟ انا يا دكتور. محمد مش كده؟ محمد، لو انا كنت اخدت ايه؟ 2 جي اي، يبقى انا اخدت تاثير اليمين والشمال، يبقى بعد كده اكامل على الرد كله ولا على نصه؟ على نص. على نص، بس انا ما عملتش كده، انا اخدت واحده منهم بس وكملت منين؟ من الانفينيتي للنيجاتيف انفينيتي. يبقى صح. على فكره اللي انت بتقوله صح 100%، بمعنى لو انت اخدت هنا 2 هتكامل من الزيرو للانفينيتي وهتبقى صح. صح يا محمد؟ تمام يا دكتور. بينما انا
ما عملتش كده، انا حر، بس مؤكد ده صح ومؤكد ده صح. يعني لو كملت من ناقص انفينيتي لانفينيتي اخد واحده بس، لو كملت من زيرو لانفينيتي اخد اتنين. تمام تمام ده. اوكي، مين تاني في حد رافع ايده ممكن تتكلم على طول؟ رافع ايده دكتور. دكتور بعد اذنك، هو احنا كمان مع يوسف خالد. يوسف خالد اه اتفضل يا يوسف. هو احنا كان ممكن شغلنا نشتغل لتحت ويبقى اتجاهه في الاخر في النيجاتيف جي كاب؟ لا لا مش فاهم ازاي نيجاتيف. مش احنا يعني دلوقتي احنا فرضنا ان هم بيأثروا في القوه دي لفوق؟ لا 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 ثانيه واحده، مش فرضنا. تعريف الالكتريك فيل انك بتحط هنا بلس 1 بس في راسك، صح؟ تتخيل وجود هنا بلس 1 مش كده؟ طب بلس 1 هنا الشحنه تعمل ايه فيه؟ تزقه لبره ولا تدخله لجوه؟ هتزقه لبره. لو كان هنا، لو كانت الرد دي نيجاتيف معايا يوسف؟ لو كانت الرد دي نيجاتيف كنت هتصرف ازاي؟ يعني لو عدت لك نفس المساله بس نيجاتيف شارج يبقى اتجاه القوى العكس. برافو عليك، لان بعمل ايه؟ هفترض يعني لو كان ده نيجاتيف افترض هنا بلس 1 مش كده؟ بلس 1 ده يحصل فيه ايه؟ يرجع لورا، يبقى الالكتريك فيلد كان هيبقى لتحت، كان هيبقى نفس المساله بالظبط بس الالكتريك فيلد لتحت. اه تمام تمام. طيب انا تاني بكرر، انا عارف ان الحته دي قد تكون جديده بالنسبه لكم كرياضه وكفيزيكس، عشان كده انا ما عنديش مانع نضيع وقت فيها لغايه لما تفهموها. مين بيتكلم؟ علي. علي اتفضل يا علي. لو الرد ده ما كان، لو الرد ده ما كانش جالي على الاوريجن في النص على اليمين. لا 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 ما تعرفش ما تعرفش ما ينفعش. وبعدين ثانيه واحده تاني، احنا ما تنساش ان احنا لسه بنبتدي العلم بتاع الكهربيه صح؟ تمام. فبناخد الى حد ما حالات الرياضه بتاعتها ما تبقاش معقده زياده على اللزوم. تمام. اللي انت بتقول عليه ده يتعمل بطرق هتاخدها السنه الجايه لو دخلت الكهرباء في الالكتروماجنتيك فيلد. اه تمام. لكن احنا بالنسبه لنا السنه دي بناخد دايما حاجات فيها سيمتري عشان تخلي الرياضه ابسط ما يمكن. تمام. يعني احنا اتفقنا مره علي، احنا اتفقنا على ايه قبل كده؟ اتفقنا على كده ان المبادئ هي هي، وايه اللي بيفرق من حاجه للتانيه؟ الماس بتاعها ولا الفيزيكس؟ الماس. الماس بس. طول بص الكلام ده ممكن تقعد تاخد كهربائي لغايه الدكتوراه، اللي هيفرق من حال من اول دلوقتي لغايه الدكتوراه هي مقدار الماس اللي انت محتاجه وليس مقدار الفيزيكس. يعني السيمتري هنا هو اللي بيساعدني في الموضوع، عشان يعني اغلب المسائل هتبقى سيمتري صح؟ اه لا هتبقى وزن الماس اللي انت اخدته. اه وزن الماس اللي احنا خدناه. تمام. يعني بلاش نقول سهل وصعب، سهل وصعب دي عمليه نسبيه. هنقول كل، ولو كانت المساله مش وزن الماس اللي انت واخده هيطلب منك ان انت تكتب الانتجرال وليس تحله. اه تمام استنتجه بس. يعني توصل لصوره التكامل اللي لو كنت انا شاطر كنت اعرف اعمله. فاهم قصدي؟ اه شكرا دكتور. اتفضل. اوكي شكرا. العفو يا علي. دكتور بعد اذنك، دكتور هو احنا عشان نجيب الالكتريك فيلد، مين انا عايز الاسماء؟ دانا. ايوه اتفضل يا دانا. احنا عشان نجيب الالكتريك فيلد فرضنا ان في بوينت، فرضت بوزيتيف، ففرضت بوزيتيف شارج في هذا المكان. ايوه بالظبط، بس يعني هي مش موجوده فازاي حلنا صح؟ يعني هي لو كانت موجوده كان هيبقى نفس الحل. لا دلوقتي انت لما بتيجي بتحسبي الالكتريك فيلد بتفترضي تاثير من غير وجود الشحنه، لو بتحطي شحنه يبقى انت بتحسبي فورس. تاني طب استني ما اجيب لك ورقه جديده بس. دلوقتي انت لو عندك شارج هنا بلس كيو مش كده؟ انت عايزه تحسبي الفيلد بتاعها، احنا قلنا يعني ايه الفيلد بتاعها؟ يعني المكان اللي بيأثر فيه الفولت بتاعه؟ لا فولت حرام عليكي، فولت ايه دي؟ عشان هي المكان او بص النطاق اللي حواليها بيبان تاثيرها فيها. اوكي؟ ماشي. يعني بلس كيو دي عندها الكتريك فيلد في اخر الشارع؟ اكيد لا. اكيد لا. صح؟ لكن عندها فيلد حواليها، يعني هي بتاثر في اخر الشارع ولا بتاثر حواليها؟ حواليها. يبقى ده اسمه فيلد. ليه؟ لانك انت لو حطيت لها كيو هنا هتزقها ولا مش هتزقها؟
هتزقها. لكن لو حطيت لها كيو دي في اخر الشارع مش هتشوفها، صح؟ صح. يبقى مفهوم الفيلد هي المنطقه اللي حواليها اللي بيبان تاثيرها فيها. زي ما قلت لك الارض لها جاذبيه في القمر؟ لا لا مش كده. يبقى الارض ملهاش مجال على القمر، ملهاش تاثير على القمر، الا طبعا اللي هو التاثير بتاع نيوتن، بس دي حاجه مش مشكلتنا دلوقتي يعني، اللي هي التجاذب ما بين الاجسام. انا بس بحاول ادي لك مثال ان الحاجه لما بتبقى بعيده ما بتاثرش عليها او ما بيبانش تاثير عندها. اوكي. انا لو حطيت لك بلس كيو هنا يبقى انا بحسب فيلد ولا فورس يا دان؟ فيلد. لا هحسب فورس لان دي هتزق دي، يبقى فورس. طيب ماشي مش كده. لكن لما بحسب فيلد ما بفترض ان دي مش يعني بفترض ان دي بواحد وبعدين برجع اقسم عليها. بص لما اقول الكتريك فيلد يساوي الفورس على الشارج مش كده، تمام، يبقى الالكتريك فيلد هتساوي ايه؟ 1 على 4 باي ايبسلون نوت، يعني الفورس بكده، الكيو الكبيره كيو الصغيره على مربع المسافه، وبعدين قسمت على كيو، كيو راحت مع كيو، صح؟ صح. يبقى الالكتريك فيلد ما بيبصش على اللي انت حطاها، هو بيبص على الشحنه اللي بتاثر حواليها مش على اللي باثر عليها. مين ببص على اللي باثر عليها؟ الفورس. اوكي؟ فهمت، شكرا يا دكتور. العفو. معلش يا دكتور سؤال صغير بس. مين الاول بس لما يطلع اسمك قدامي؟ محمد. اوكي اتفضل يا محمد. هو حيك كنا في المسائل اللي قبليها لما كنا عايزين نحسب الالكتريك فيلد كنا بنعمل يعني بنعمل ناخد بارت واحد، ليه هنا في المسائل خلنا اتنين بارتس عملناهم انت؟ عشان السيمتري. السيمتري السيمتري خلتني اخلص من تكامل من الاثنين ولا لا؟ السيمتري خلتني اخلص من التكامل للاثنين ولا لا؟ صح؟ خلاني. طيب في المسألة الأولانية كان في أي سيمتري؟ أنا بعمل كده وبعمل كده صح؟ فين السيمتري هنا؟ مفيش. مفيش. صح؟ تمام. صح. لا طب أقول لك حاجة، لو كانت المسألة دي عاملة حاجة زي كده، ما هي هي صراحة، كنت أخدت اليمين والشمال ولا لا؟ انا قلتها من شويه بس انت ما خدتش بالك، اي سيمتري بتموت تكامل من الاثنين. تمام. اي سيمتري بتعمل ايه؟ بتموت تكامل من الاثنين. بتموت تكامل من الاثنين، فانت مصلحتك تدور على السيمتري بذمتك ولا لا؟ بس ده اللي انا عايز اقوله. السؤال الثاني معلش، هو حضرتك في الرسمه الاولانيه حضرتك قلت لو كنا خدناها 2 كوزاين تمام كنا هنقول من 0 لباي اوفر 2 بالظبط. من 0 قصدي. طب ليه؟ طب. انا مش فاهم بس الحته دي. حاضر يا عمي دلوقتي هي دي الرسمه الاولانيه صح؟ انا خدت واحده يمين. طب هقول لك حاجه، تعالى ما ناخدش الشمال، تعالى ناخد واحده منهم بس. تمام. فدي هيبقى ليها مركبه كده ومركبه كده. تمام. هضطر اكمل على الاكس واكمل على الواي من ناقص ما لا نهايه لما لا نهايه. تمام. لما خدت واحده يمين وواحده شمال لاحظت ايه على طول؟ لاحظت ان واحده كده واحده كده، يبقى الاكس هيموت بعضه والواي هو اللي هيفضل موجود. تمام. لما جيت اكامل بقى بص استنى بس انا عايز ورقه ثانيه. 2 تكامل من 0 لباي باي 2 يساوي تكامل من ناقص باي باي 2 لباي باي 2 ولا لا؟ ايوه. طب خلاص انا عملت كده. لو انا ما كنتش اخدت بالي، لو انا كنت ايه، لو انا كنت بصيت على الاثنين دول بس، ما انا اخدت، يبقى انا اخدت الايفكت بتاع اليمين واخدت الايفكت بتاع الشمال، يبقى مش محتاج ارجع كامل من جديد، يبقى كامل من 0 لباي باي 2. لكن نتيجه ان انا عملت ايه، انا ما خدتش الايفكت بتاع اليمين واخدت الايفكت بتاع الشمال، انا كل اللي استفدته من السيمتري ان شلت الوايات مع بعض، شلت متاسف شلت الاكس مع بعض. لكن لما جيت اشتغل اشتغلت ايه؟ واحد تمام؟ وعملت ايه؟ اخدت التكامل كله على بعض من اليمين للشمال. تمام فهمت. اوكي؟ هي المسألة أنا عندي لحد ما مختلفة شوية عن الحاجات اللي كنا بناخدها قبل كده، عشان كده أنا مستعد أضيع فيها أي وقت لغاية لما تفهموها عادي. طب دكتور بعد حضرتك.
ايوه اتفضلوا يا جماعه. هو معلش هو ليه وحضرتك ممكن توضح تاني احنا ليه خدنا الار كابيتال والسيتا اللي هما فاريبلز؟ طبعا برافو عليك، السؤال ده يستاهل شويه تقال. طيب خلينا هنا احسن، معايا الصوره باينه؟ تمام يا دكتور. تعالى بص انت بتعمل ايه؟ انت دلوقتي بتتخيل ان الاليمنت لو اتحرك، تتخيل لو الاليمنت ده لما يتحرك ويجي هنا، اوكي؟ تمام. مين اتغير؟ الار كابيتال والسيتا. الار كابيتال اتغير؟ لا، الار كابيتال اتغير والسيتا اتغيرت والاكس اتغيرت. تمام. صح؟ مين الوحيد اللي ثابت؟ ار الصغير؟ لا، ار سمول. تمام. يبقى انت غصب عنك لازم، يعني هل له معنى ان انا اجيب الار بدلاله الاكس؟ لا، ملهاش معنى طبعا. يبقى انا كاني بشيل فاريبل واحط فاريبل. تمام. انا عايز اجيب كله بدلاله الار الصغيره والفاريبل اللي انا اخترت اكمل عليه. المساله هنا احنا اخترنا نكامل على الفاريبل بتاع السيتا. اوكي؟ يبقى عايز ارمي كل حاجه، وده اللي انا عملته في الخطوات المختلفه. استنى ما ادور لك عليه. هنا انا هنا عملت ايه؟ انا عايز ارمي كل حاجه، استنى بس لما الصوره تثبت قدامكم اهي. بص واخد بالك، انا رسمت المثلث حضرتك مش كده؟ وكتبت الثلاث علاقات المثلثيه بتوع المثلث، صح؟ الساين والكوزين والتان. تمام. وابتديت ابص مين له لازمه ومين ملوش لازمه. ليه المعادله دي ملهاش اي لازمه في الدنيا؟ عشان فيها اتنين فاريبلز، انا عايز واحد كونستانت عشان ايه؟ اعرف اكمل عليه. يبقى دايما لما بتيجي تعمل تشينج اوف فاريبل ما تبقاش ناصح وتعوض فاريبل بفاريبل. لما تيجي تعمل تشينج اوف فاريبل لازم تعوض فاريبل بثابت وفاريبل تاني ولا لا؟ اللي هي زي كده، مش احنا اتفقنا ان احنا عايزين نخلي التكامل في سيتا؟ تمام. يبقى انا اشيل الاكس واحط ايه؟ ار وسيتا. يبقى شلت المتغير اكس وحطيت متغير واحد بس، اللي هو قلبت يعني كاني بقلب المعادله كلها من الاكس والار للسيتا الى معادله واحده في مين؟ في السيتا. صح؟ فتحت معايا جدا. بينما انت بذمتك كنت هتستفيد حاجه لو عملت ساين سيتا يساوي اكس على ار؟ ولا اي حاجه. ولا اي حاجه. قفلت فاريبل وحطيت اثنين كمان مش واحد. يعني مؤكد ملهاش معنى. تمام. فانت دايما بتفكر في ايه يوسف؟ يوسف. بتفكر في ايه يا يوسف؟ ازاي تحول التكامل، يعني انت متفق معايا ان مفيش حاجه اسمها كوزاين سيتا دي اكس على ار تربيع، ده هبل، صح؟ طبعا. يبقى بس انا عرفته منين؟ عرفته من الرسمه ان الار متغير والاكس متغير والسيتا الوحيده اللي ثابته هي مين؟ الار. صح؟ فاجيب اجيب الاكس دلت السيتا والار، واجيب الار دلت السيتا والار. صح؟ بعرف الحاجات دي منين؟ من الجيومتري بتاعت البروبلم. تمام؟ هو البروبلم ده متغذي شويه وفي في افكار كتير بس حلوه يعني. لا هو واضح جدا معايا، شكرا يا دكتور. العفو يا باشا. يا جماعه. دكتور بس عندي سؤال. اتفضل يا عادل. هو بس حضرتك قلت احنا خدنا بورتين عشان في سيمتري. اخدنا ايه؟ بارتين في المساله، يعني جزئين علشان في سيمتري. بارتين جزئين يعني. ها، فهل كنت ممكن اخد جزء واحد عند الاوريجن وكامل واضرب في اثنين وكامل من زيرو الباي باي 2؟ انا دي قلتها. لا انا قصدي الدي كيو ذات نفسها تبقى عند الاوريجن بدل ما اخد اثنين دي كيو. لا لا لا، استنى استنى استنى، انت هتبتدي، انت هتقول كلام فارغ دلوقتي. ما انت عايز تعمل ايه؟ الدي كيو تبقى عند الاوريجن بس، يعني ازاي يا دلوقتي انت لما بتيجي تاخد اليمنت، الاليمنت ده لازم يبقى جنرال اليمنت ولا اليمنت محدد؟ يعني اخد دي كيو في النص هنا؟ وبعدين اعمل بيه ايه ده بقى؟ استفدت انا كده من السيمتري يا يوسف؟ يا لا. وبعدين هل ده اليمنت، ده سبيشال اليمنت ولا جنرال اليمنت؟ سبيشال اليمنت لان انا كده لقيت الفاريبلز الثانيه. لا اهم حاجه ده جنرال اليمنت. انا دلوقتي بتكلم بوجه عام ازاي تفكر، ده جنرال اليمنت ولا سبيشال اليمنت؟ لا ده سبيشال اليمنت.
هل له معنى ان انا كامل على حاجه سبيشال ولا لازم اكامل على حاجه جنرال؟ الحاجه جنرال عشان اعرف بالظبط. على انت نطقتها دلوقتي الاليمنت ده لا في سيتا ولا في ار صح؟ تمام. يبقى ازاي يعبر عن بقيه الرد؟ انا أوكي. لازم اخد ايه يا يوسف؟ الموست جنرال اليمنت صح؟ صح. اوكي اتمنى. شكرا دكتور. العفو يا باشمهندس. مين تاني معانا يا جماعه؟ دكتور معلش اتفضل. هو انا بس الجزئيه برضو اللي هي من نيجاتيف انفينيتي الانفينيتي لسه مش فاهماها قوي يعني برضو مش فاهمه ليه اخدنا واحده وليه لو كنا اخدنا من زيرو الانفينيتي بس كنا هناخد الاثنين. لا انت مش فاهم. طب استني حاضر. هو الرد عامل كده صح؟ وانا جيت في المنتصف الزيرو وده رايح لزائد انفينيتي وده رايح ناقص انفينيتي اللي احنا لما حولناها للانجل بقى ده رايح لزائد باي باي 2 وده رايح لناقص باي باي 2 صح؟ تمام. انا جيت هنا هو وعملت ايه؟ بصي لو انا خدت اليمنت بس يمين الاليمنت اليمين ده هيبقى عامل كده صح؟ مظبوط. في حد لسه؟ طب ثانيه. الاليمنت ده هيجي واحد كده واحد كده صح؟ يبقى انا هكامل من ايه لايه؟ الاليمنت ده بقى يتحرك من فين لفين يا رنا؟ من اول ناقص باي باي 2 الى باي باي 2 صح؟ اني واحد بالظبط؟ الاليمنت ده. الاليمنت ده ازاي يغطي الرد كله؟ ازاي يجيبه من اوله لاخره؟ تمام. يمشي من الاول خالص. ما هو الاليمنت بيعمل ايه؟ مش بيمسح الجسم؟ يبقى الاليمنت ده لازم يجيب من الاول خالص لغايه الاخر خالص. يبقى لازم يجيب من ناقص باي باي 2 لباي باي 2. احنا كنا بنشتغل كوزاين سيتا. دي سيتا باينه ولا لا؟ طيب تفرض بقى انت ايه عملتي حاجه ثانيه، اخدتي واحد يمين هنا هو واحد شمال هنا وجيتي عملتي كده عملتي كده صح؟ فده هتقولي ايه بقى؟ هتقولي اتنين التكامل من زيرو لباي باي 2 كوزاين سيتا. لان لما اخدت اتنين يبقى انت عملتي ايه؟ لما اخدت الاتنين دي يبقى انت عملتي ايه؟ اخدتي الايفكت بتاع اليمين وبتاع الشمال فضربتي فيه. لكن في الحاله دي التكامل يبتدي من اول زيرو ولا لا؟ تمام. بصي حاولي تفهميها مع نفسك كده، حاولي تفهمي انك انت ايه؟ لما الاليمنت واحد بيمشي من الاول للاخر يبقى هيمشي من ناقص باي باي 2 لباي باي 2. لو انا مشيت الاليمنت من 0 لباي باي 2 يبقى لازم اضرب بره في ايه؟ في 2. المؤكد ان ده هو نفسه 2 التكامل من 0 لباي باي 2. جربيها يا رنا، اعملي لي التكامل ده. رنا تمام. هي وصلت، هي بقت احسن بكتير من الاول وانا برضه هحاول فيها مع نفسي. يعني كاملي من ناقص باي باي 2 لباي باي 2 بتاع كوزاين سيتا دي سيتا هتلاقي هي نفسها 2 من 0 لباي باي 2 كوزاين سيتا دي سيتا. ايوه هي من القوانين اللي كانت عندنا قبل كده، هي انا اقدر افكها من دي لدي عادي. بالظبط. تمام. شكرا جدا يا دكتور. العفو يا باشمهندس. ها يا جماعه مين تاني عايز اسئله؟ انا مش عايزه انقل على اللي بعده من غير ده ما يبقى مفهوم 100%. مش عايز انقل على اللي بعده من غير ده ما يبقى مفهوم مليون في المية كمان، مش 100%. دكتور اتفضل. لو سمحت، هو لما كنا بنكمل الدي اي كوزاين ثيتا وشلنا الدي اي، فانا ما كنتش فهمت، اتلخبطت شويه. استنى فين دي اي كوزاين ثيتا دي؟ انا كنت بكلم كوزاين ثيتا دي ثيتا. انا قصدي في الاول خالص لما كنا لسه بنجيب الاي واي ايكوال دي اي كوزاين ثيتا. اوكي ثانيه. ابتدينا التكامل شلنا الدي. ايوه خلاص فهمت انت قصدك ايه. انا الاول خالص كنت بقول ايه؟ بقول ان اي اكس يساوي التكامل بتاع دي اي ساين ثيتا يساوي زيرو صح؟ صح. وقلت ان اي واي يساوي التكامل بتاع دي اي كوزاين ثيتا لا يساوي زيرو. ده اللي انت مش فاهمه؟ لا ده انا فهمت. انا قصدي لما ابتدينا بقى التكامل بتاع الاي واي وشلنا الدي اي، انا اتلخبطت شويه في الحته دي. لا انا مش شلتش دي، مش استبدلناها بحاجه. انا قلت ان لا انا عوضت عن الدي اي بقيمتها اللي هي 1 على 4 باي ابسلون نوت
في لندا دي اكس على ار تربيع. مش دي بتاعت، معلش مش دي بتاعت الفورس ولا؟ لا لا الفورس يعني احسن ما اجيب ورق سيس بوك شويه. طيب الفورس بتساوي ايه يا باشمهندس؟ بتساوي 1 على 4 باي ايبسلون نوت الشحنه الاولانيه الشحنه الثانيه على مربع المسافه، صح؟ صح. الالكتريك فيل بيساوي 1 على 4 باي ايبسلون نوت الشحنه الاولانيه في الشحنه الثانيه على مربع المسافه مقسومه على الشحنه، صح؟ صح. يبقى كيو هتروح مع كيو، يبقى الالكتريك فيل هيساوي 1 على 4 باي ايبسلون نوت الشحنه اللي بتدرسها على مربع المسافه. فهمت يا دكتور؟ صح صح. اوكي شكرا. لا مين تاني يا جماعه عايز اسئله تاني؟ بكرر ثالث ورابع وعاشر، مش عايز انقل على اللي بعده من غير دي ما تبقى مفهومه، علشان دي هي اللي فيها تقريبا اكتر الافكار اللي ايه اللي هتفيدنا بعد كده، لان هي فيها شغل كتير انا عارف. دكتور سؤال بس مش في المساله دي بالظبط يعني. اتفضل. لا براحتك براحتك. لما يكون عندي ال 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 البار او الحاجه اللي هي اللي انا هقيس الشحنه عندها نيجاتيف، لا مفيش حاجه اسمها هقيس الشحنه عندها، اطلع هقيس الفيلد بتاعها. الفيلد ايوه، اقيس الفيلد بتاع حاجه نيجاتيف. حضرتك بتقول اعوض بالكيو. لا لما كانت سهله قوي. استنى الكيو الصغيره دي اعوض بيها ب1، لما يبقى نيجاتيف اعوض بنيجاتيف 1 ولا لسه 1 زي ما هي؟ يا عم اصبر، انا دلوقتي لما احسب الالكتريك فيلد لازم افترض ان بحط هنا بلس 1. اوكي لو ده موجب هيبقى الالكتريك فيلد لفين؟ للشمال. صح. طيب لو دي سالبه احط هنا سالب ولا احط برضو موجب؟ موجب عشان تطير، عشان ده التعريف. هي مش هتفرق كده كده، موجب من سالب كده كده هتطير. لا ما تقلش كده، التعريف بتاع الالكتريك فيلد بفترض وجود بلس واحد. اوكي طب في الحاله دي الالكتريك فيلد فين؟ بوزيتيف اي. طب ما صح، ما دي جاوبت عليها اهو. يبقى ايا كان الشحنات دي، على فكره دي انا بس نسيت اقولها، دي بيسموها تيست شارج. دي بيسموها ايه؟ تيست شارج. التيست شارج موجبه. اوكي وبعدين اعمل ايه؟ لو موجب وموجب يبقى ريبالشن، لو سالب وموجب يبقى ايه؟ اتراكشن. صح. ما تقوليش بقى حط هنا سالب، لان ده مش الديفينيشن بتاعنا. الديفينيشن بتاعنا ان انت بتحط ايه؟ ايوه البوزيتيف عشان التست شارج. ماشي يا دكتور. اصلك بص، انت لو حطيت هنا سالب كان هيبقى اتجاه الالكتريك فيلد فين؟ نيجاتيف اي في حته ثانيه خالص. يبقى كده غلط مؤكد، مش كده؟ ايوه. يعني مش معقوله بوزيتيف ونيجاتيف يعملوا نفس الايفكت. التست شارج از بوزيتيف شارج، احطها بقى باي حاجه بس هقسم عليها، يبقى احطها بواحد اسهل بذمتك ولا لا؟ لا صح، واحد. بالظبط، بس بلس واحد. واخد بالك؟ ماشي يا دكتور، شكرا يا دكتور. العفو يا ادهم. دكتور. ايوه مين اللي بيتكلم الاول؟ عبد الرحمن اسامه. اتفضل يا عبد الرحمن. ومعلش في القانون بتاع الفورس، هو كان ايه الفرق بين الكيو كابيتال والكيو سمول؟ عشان انا بس اتلخبطت. دي الاولانيه ودي الثانيه. يعني الشحنه اسمها بلس كيو. ممكن اسميها كيو 1 او كيو 2 او كده يعني، تمام. اي حاجه يا ابني. ماشي. اوكي. شوف. واحده بتاثر على الثانيه، اسمها ايه بقى؟ اسمها خالد واحمد، اي حاجه. ماشي دكتور، شكرا. ها الناس مستريحه ننقل اللي بعده ولا لسه قلقانين؟ دكتور على فكره انا بكرر تاني، ما عنديش اي مشكله اقعد معاكم النهارده لغايه لما كل الناس تفهم البتاعه دي، عشان اللي مش هيفهم البتاعه دي بقيه الشابتر هيبوظ منه. اوكي فانا مستعد اضحي النهارده ان ناخد دي بس تفهموها، لان على فكره مش بهزار، دي لو اتفهمت هتبقى كل المسائل التانية والشيت معقولين،
دي لو ما اتفهمتش هتبقى بالنسبة لك كلام فارغ. شمس، شمس الدين مش كده؟ اه اه لو دكتور اتجاه الالكتريك، ايوه اي حد يتكلم يا جماعه، اتجاه الالكتريك بيبقى من الشحنه اللي هي بوزيتيف 1 لحد الرد، ولا من الرد لحد بوزيتيف 1؟ طب بذمتك انت فكر معايا اقول كده، ما اصل حضرتك في الورقه اللي قصادنا هنا من البوزيتيف 1 لحد الرد، بس المساله اللي قبليها العكس. لا لا ركز، انا بشوف الرد ده بيعمل ايه على دي، على التست ده بوزيتيف يعمل ايه في البوزيتيف؟ تابع يبعدها مش كده؟ اه النيجاتيف سوري النيجاتيف يعمل ايه في البوزيتيف؟ يقرب، يقربها. يبقى انا بشوف مين على مين بذمتك؟ بشوف اللي هي الجسم اللي انا بدرسه على التست شارج، صح؟ ماشي. هي طبعا دي تقول لك حاجه، بس دي هناخدها اكتر المره الجايه باذن الله. انا لو عندي بلس كيو الالكتريك فيلد بتاعها بيبقى خارج ولا داخل؟ ما على حسب ال، لا بس خارج، لا مش على حسب، بلس كيو الالكتريك فيلد بتاعها خارج منها ولا داخل عليها؟ لا خارج. خارج ليه؟ لان لو حطيت هنا تيست شارج بلس كيو هيبقى الالكتريك فيلد لبره، صح؟ ماشي. طيب لو انا حطيت ناقص كيو هنا وعملت لها كره بتاعتها، الالكتريك فيلد بتاعها فين؟ داخل. داخل، لان لو حطيت بوزيتيف هنا هيبقى الالكتريك فيلد داخل لجوه ولا لا؟ تمام. تمام؟ وحتى دي هتدينا معلومه ان الالكتريك فيلد بيخرج من الموجب ويعمل ايه؟ ويدخل على السالب، صح؟ صح. فانا ما غيرتش كلامي، انا دايما بحط تيست شارج، وبعد ما احط تيست شارج اعمل ايه؟ اشوف الاتجاه، اشوف الشحنه اللي انا بدرسها بتعمل ايه في التيست شارج، اشوف الشحنه اللي انا يعني خلاص. ما على فكره كده انا قلتها، دايما الموجب هيزق لبره ولا لجوه؟ اه تمام، بس خلاص تمام فهمت. دايما الموجب هيعمل ايه يا شمس؟ هيبعد، هيبعد ويطلع لبره. ودايما السالب هيعمل ايه؟ هيقربه، هيخش بالظبط. يعني او اقولها بطريقه احلى، مجال الكهربي بتاع الموجب بيطلع، مش كده؟ مجال الكهربي بتاع السالب بيعمل ايه؟ بيقرب، صح؟ تمام تمام دكتور. انا عايزكم تفهموها مش تحفظوها يعني. تمام دكتور، شكرا. اوكي العفو يا شمس. مين بعد كده؟ I have question doctor. مين بيتكلم؟ ماريال. اوكي يا ماريال، you speak English only؟ اوكي اتفضل. I speak English يا اخي. اوكي اتكلم English، اي حاجه قول يا ابني. اوكي according to I came late because of internet, that's why the direction of my question in this paper, in this one, the direction of the attraction, is it from positive to negative or negative from positive? No, it depends on the charge you are studying. If you are studying a positive charge, okay, and you want to calculate its field, you just put a positive test charge here, okay? Okay. This positive charge, what is its effect on this positive charge? It will repel it, okay? Positive, yeah, they will fall. So the electric field must be in the outside direction. Okay. If you have a negative charge and you put a positive test charge here, because the test charge must be positive, okay? Okay. What will be its effect? Attraction. This negative will attract or will repel? No, attraction. So its electric field must be into the inside, okay? Okay. So another question from the beginning, from the first page. Sheet one from paper one. Okay. What is your question? From the beginning. Okay, I don't have the paper now. Just ask. Okay. Which part? From introduction, that of the psi of infinitive and infinity, positive negative infinity and positive infinity. Yeah, this are.
Okay, so and you had the angle theta? Okay. So what do you want to understand? So I saw the paper, but I don't know the concept really. What shall I do in this case? I don't know really. I don't understand your question. I say, so we have a negative infinity and positive infinity, isn't it? Yes. And we have a theta. So according to the formula, so we say the integral of negative phi over 2 is equal to yes, cos. Okay. That okay. is what. Okay, okay. You want, with respect to dx, you want to make the integral from plus infinity, minus infinity to plus infinity. Okay. The question is, with respect to theta, what are the limits? Okay. So, okay, okay. What theta should make to go to minus infinity? It must open like this, an angle minus pi by 2, yes or no? Yes. So what theta should make to go to plus infinity? It should turn this way till pi by 2, yes or no? Yes. Okay, so minus infinity is equivalent minus pi by 2, and the plus infinity is equivalent. Okay. Yeah, do you understand that theta has to increase in this direction when x is increasing, yes or no? Okay. Yeah, look at it now. Theta has to increase in this direction when x is increasing. Yes? Yes. And this is infinity, and infinity by definition are parallel lines. Yes? Yes. Yes. So theta must be minus pi by 2 because you are turning clockwise. Okay. And if theta wants to go to plus infinity, it has to turn this direction, yes or no? Yes, also. So theta must be plus pi by 2. Thank you. Yes? Okay. So to transform from minus infinity to plus infinity dx, you have to transform from theta minus pi by 2 to plus pi by 2. Okay. Anyhow, yeah, you have to take care of something. There are no rules. You have to find the rule from the geometry of the problem. Okay? Okay. Okay. Thank you. Okay. مين تاني أسئلة يا جماعة؟ طيب دكتور أسئلة. دكتور لو كان البار التشارج بتاعته نيجاتيف ولا أنا على فكرة جاوبت على السؤال ده يا جماعة لو كان لا. كل الحكاية أيوه ولا أي حاجة في الدنيا أهو مش هدي نيجاتيف في الانتجريشن يعني ولا هيحصل أي حاجة في الدنيا غير الدايركشن يعني بدل الالكتريك فيلد ما كان هيبقى خارج كده يعني المساله هي بس أيوة في الاخر هيحصل ريزوليوشن ريزوليوشن بطريقه مختلفه يا فندم الريزوليوشن بطريقه مختلفه هيبقى بالظبط تحت ايوه في الاخر هيطلع نفس المساله بس ناقص جي ولا بلس جي هو احنا ما حطيناش في الاخر جيهات اصلا لا حطينا جي اخر خطوه خالص بس طبعا زي ما قلت لك الدنيا زحمه وبرمي الورق بعدها يعني ايوه انا يعني لما كنت يعني بشتغل وخلاص كنت حطيت بلس جي صح ايوه لكن لو كانت نيجاتيف كنت هشتغل نفس الشغل بس في الاخر قوم حاطط ايه ايوه تمام نيجاتيف جي ما فيهاش فرق خالص على فكره في الرياضه انا ما خدتش بالي ان احنا حطينا جي اصلا لا لا لا, لا احنا في الاخر حطينا بلس جي لان قلت دايما انت بتحسب الماس وبتخلي الفيكتور لاخر خطوه عشان ما تعقدش الرسمه فاهم قصدي ايوه دكتور تمام اوكي دكتور طب هو سؤال اتفضل واحنا كل مره هنشتغل الانتجريشن كله من الاول ولا هو خلاص احنا عرفنا السيمتري ده الانتجريشن بتاعه لا ما ينفع سؤالك ما ينفعش لسبب لان اي جيومتري عايزه تفكير من اول وجديد ولا لا تمام صح بص الشيت فيه ما يكفي من الاسئله انك انت تتعرض لجيومتري كتيره قوي وتعرف تتعامل معاه بس اهم حاجه ما تحفظش مش كده
خلاص تمام. يعني تفهم القصه ماشيه ازاي علشان لو الجيومتري اتلخبطت انت ما تتلخبطش. محمد حد تاني يا جماعه؟ بس سؤال اخير يا دكتور، يعني المساله ما كانش فيها حاجه تدل على السيمتري مثلا، حاجه ما كنتش اخد بارتين صح، كنت اخد بارت واحد زي الاكزامبل اللي اخدناه المحاضره اللي فاتت. هي الجيومتري اللي بتفرض عليك اذا كان. طب هقول لك حاجه، مثلا في مساله، طب ده سؤال ممكن، يعني في مساله عندنا في الشيت عامله كده وعايز الالكتريك فيلد هنا، دي غصب عنك هتعمل ايه؟ عايز الالكتريك فيلد هنا يعني ايه يساوي كام؟ دي عندنا في الشيت، دي فيها سيمتري ولا غصب عنك مفيش سيمتري؟ لا مفيش. مفيش، هتضطر تعمل ايه؟ تاخد اليمنت كده وتقول عامل كده وتحلله اكس وواي وتتعامل مع كل واحده لوحدها ولا لا؟ اه تمام. تمام؟ فتاني انا ما اقدرش اقول لك قاعده، انا اقدر اقول لك المساله تعامل معاها على حسب الجيومتري بتاعتها بناء على الفهم اللي احنا عملناه مع بعض دلوقتي. وبان بقول لك فيما لا يقل عن 10 مسائل مثلا في الشيت بجيومتري مختلفه، فالمفروض على الاخر تكون فهمت الفكره مش كده؟ اه انا فهمتها دلوقتي. لا بس دلوقتي ما يكفيش، لازم سيادتك تذاكرها وتحل عليها كتير لغايه لما تتاكد انك فاهمها مش كده؟ صح. الكلام اللي احنا قلناه انك انت المره اللي فاتت قلنا ما حدش يا جماعه، يعني كانك بتتفرج على فيلم دلوقتي وتدخل تنام بعده. الكلام ده بعد ما تتفرج عليه لازم تجربه مره واثنين وتحل عليه مسائل قبل ما تروح السكشن، هتفرق والله العظيم جامد جدا يا جماعه. الى حد ما الالكتريستي فيها شغل اكتر من الفايبريشن. يا جماعه فاشتغلوا. شكرا يا دكتور. العفو. طيب انا ممكن في ابتدي المساله اللي بعدها حتى لو ما كملتهاش اكزامبل اللي بعده. احنا لغايه دلوقتي كنا بنتكلم دايما على حاجات رد، حاجات بالطول يعني. تعال ناخد مساله جديده بنتكلم على حاجه بالمنظر ده، سلك مشحون لكن عملناه ايه على هيئه دايره سيركل. ده سلك مشحون مش طبق مشحون، يعني في طبق دي لسه مش هناخدها دلوقتي، طبق يعني عامل كده مش كده؟ طبق دي قصة تانية، لا سيبك منها دلوقتي، خليني سلك. يعني هنا في هواء وبعدين سلك وبعدين هواء، وهنفترض ان نص القطر بتاعه R وعنده شارج بير يونت لانس لاندا اللي هي كولوم على المتر. احنا قلنا دايما حاجة من الاثنين، يا اما بيدي لك الشحنة الكلية كيو ويقول لك تعامل انت، يعني الكيو دي بيديها لك الكولوم، يا اما يسهل عليك الدنيا ويقول لك خد لاندا اللي هي بتبقى ايه كولوم على المتر. يبقى المسائل نوعين، يا اما يدي لك التوتال شارج وانت تتعامل، يا اما يدي لك الشحنه لوحده الاطوال وانت هتبقى التعامل اسهل سنه في المره دي. مش اسهل حاجه، هي مش فارقه كتير صراحه. في المساله هنا بيقول لك ان لاندا معطاه بالعلاقه لاندا نوت في كام؟ في كوزاين فاي، وفاي متعرفة من هنا. يبقى مسألة نوعية جديدة من التفكير، عندك سلك بس السلك المرة دي اتعمل على هيئة ايه؟ دايرة. خد بالك سلك مش قرص. قرص يعني سيرفس، دي ليها قصة تانية. سلك يعني لنس. واخدين بالكم الفرق يا جماعة؟ لنس يعني بالطول، بس بدل ما بالطول قفل على نفسه بقى دايرة. فرقتش كتير يعني. قرص دي قصة تانية خليها بعدين. طيب أنا عندي سلك لكن السلك المرة دي قفل على دايرة نص قطرها R، والR دي عندها شحنة لاندا كولوم بير متر. عندها شحنة لاندا كولوم بير متر، وقلت المسائل نوعين، يا إما بيدي لك التوتال شارج، يا إما يدي لك التوتال شارج. طبعا هو مش لازم يقول لأن الوحدة تكفي، يعني لو قال لك الشحنة كيو يساوي كذا كولوم، يبقى كولوم دي توتال ولا بير يونت لانس؟ توتال. لو قال لك مش عارف ايه يساوي كذا كولوم بير متر، يبقى ده بير يونت لانس ولا توتال بير يونت لانس. فناخد بالنا كويس قوي، هو بيديني التوتال ولا بيديني الوحده الاطوال، واعرفها من اليونت. لو كولوم يبقى توتال، لو كولوم بير متر يبقى
وحدة أطول. وقال لك إن هنا لندا معطاب العلاقة لندا يساوي كوزين فاي، وفاي طبعاً هو الأنجل اللي إيه؟ متقاس من البوسيتيف إكس أكسس، يعني هو معرف لك الفاي. هنا الموقف مختلف سنة، ليه مختلف سنة؟ لأن الشارج بير يونت لينث ثابت ولا متغير؟ ها؟ متغير. أوكي؟ طيب، تتوقعوا بقى، أنا على فكرة الصوت لسه مفتوح، أنا عايز أحل المسألة دي معاكم، مش عايز أحلها أنا لوحدي. أعمل إيه يا جماعة؟ يعني لما كانت الرد عدلة قسمتها دي إكس. لما كانت الرد عدلة قسمتها دي إكس عشان هكمل بعد كده على دي إكس، يعني أعتقد منطقية قوي. طب لما تكون الرد دايرة أقسمها إيه؟ دي سيتا؟ أقسمها دي فاي؟ دي إل يا دكتور؟ دي إل؟ هي طبعا لازم اقسمها على انجل، دي ما فيهاش نقاش مش كده؟ طب هقسمها ازاي؟ انا برضو الرسمه بتبقى وحشه فاحب دايما اعيدها كمان مره. بص انا عايز اقسم على الفاي، هو مسميها لي فاي مش سيتا، معلش فانا التزم بالكلام بتاعه. لو انجل ده فاي اقسم لايه يا جماعه؟ لدي فاي. دي فاي يعني ايه؟ يعني اخد حته صغيره قوي، طبعا انا بكبرها كده عشان اعرف يعني هيبقى قيمتها كام؟ دي فاي. طب دي فاي دي هو اللي مشحون الفاي ولا مشحون السلك اللي قدام الفاي؟ مشحون السلك اللي قدام الفاي. يبقى احنا عارفين ان طول الارك يساوي كام؟ هو ار في الانجل ولا لا؟ دي كلنا عارفينها مؤكد مش كده؟ طول القوس هو نص قطر في الزاويه. يبقى الحته دي طولها ار دي فاي، يبقى شحنتها يساوي لندا ار دي فاي ولا لا؟ تاني الحته دي يا ريت تفهموها. قبل كده انا كنت بتكلم على رد، يبقى الرد ده اقطعه قطع دي اكس، منطقي جدا يعني. لكن لو حاجه مدوره اقطعها ايه؟ اقطعها عتك ولا انجل؟ مؤكد انجل صح؟ طيب يبقى الفاي هقطعه دي فاي، لكن اللي مشحون هو الدي فاي ولا القوس اللي قدام الدي فاي؟ القوس اللي قدام الدي فاي، وطول القوس هي نص قطر في الزاويه. يعني ممكن اقول ان دي ال، مين دي ال بقى؟ هو طول القوس. يبقى الشحنه هي مين؟ هي الشارج بير يونت لينس مضروبه في ايه؟ في طول القوس. صح؟ زي ما كنت كده بقول دي كيو بتساوي مين؟ قبل كده كنت بقول دي كيو يساوي لندا دي اكس. قبل كده كنت بقول دي كيو يساوي لندا دي اكس. هنا في الدايره هقول دي كيو يساوي ايه؟ لندا دي اكس ولا لندا ار دي فاي؟ هقول لندا ار دي فاي. مين مش فاهم القصه دي يا جماعه؟ في الانجل بتقسم زوايا، يعني في الحاجات المدوره بتقسم زوايا وتاخد القوس اللي قدام الزاويه. يبقى القوس اللي قدام الزاويه هو نص قطر في مين؟ في الزاويه. يبقى هنا الشحنه بتاعتك هي ايه؟ هي لندا في ار دي فاي. اشمعنى ار دي فاي؟ لان ار دي فاي هي الطول، نفس اللي عملته هنا. انا هنا قلت دي كيو يساوي لندا دي اكس، يبقى دي كيو يساوي لندا في ايه؟ دي اكس. بس دي اكس هنا مسميها دي ال، ودي ال هي نص قطر في الايه؟ في الانجل. تمام يا جماعه؟ طب نكمل. يبقى عندي حاجة عاملة بالمنظر دون، صح؟ أخدت حتة هنا اسمها إيه؟ اسمها دي فاي. يبقى دي كيو يساوي إيه؟ يساوي لندا في مين؟ في آر دي فاي. جميل قوي. يبقى أنا عايز عندي شحنة هنا اسمها إيه؟ اسمها لندا آر دي فاي، وعايز أجيب الإلكتريك فيلد بتاعها هنا. هو المسألة معلش أنا نسيت أقول كالكوليز الإلكتريك فيلد أت ذا أورجن. عندك سلك على هيئة دايرة نص قطرها كابيتال ار، والاورجن بتاعه هو السنتر، وبيقول لك احسب الالكتريك فيلد في السنتر. اعمل ايه؟ قمت مقطع الجسم الى لندا ار دي فاي، وايه؟ ابتدي اشوف بقى، ما تنساش ان ده الانجل فاي، يبقى دي هيبقى عندها الكتريك فيلد. ده الانجل فاي، يبقى دي هتعمل ايه؟ دي هتبقى هي دي اي، هتطلع لك كده دي اي في كوزاين فاي، وتنزل لك كده دي اي في ساين فاي. تاني انا عندي حته شحنه اسمها دي كيو لندا ار،
هي مين؟ لاندا ار دي فاي هي ايه؟ ما ار دي فاي هي الطول. ار دي فاي الطول ضربتها في لاندا بقت الشحنه دي كيو يساوي لاندا ار دي فاي. الشحنه لاندا ار دي فاي بتعمل هنا الكتريك فيلد في اتجاه ايه؟ ان انا احط موجب هنا، لو حطيت بلس واحد هنا دي هتزقه لبره، يبقى الدي اي طالع لبره. دي اي ده طبعا واضح ان اتجاهه متغير، فيبقى لازم احلله. يبقى دي اي هتطلع دي اي كوزاين فاي ودي اي ساين فاي. يبقى غصب عنك هتقول هنا ايه؟ هتقول ان سوري الالكتريك فيلد في اتجاه الاكس هي الانتجرال بتاع كل الدي اي كوزاين فاي، واي واي هي الانتجرال بتاع مين؟ بتاع الدي اي ساين فاي. صح ولا لا؟ السؤال هنا بقى، في سيمتري تريحني ولا مفيش سيمتري؟ حد شايف لها سيمتري دي يا جماعه؟ مش قوي. ليه مش قوي؟ لان لندا نفسها متغير ولا لندا ثابت؟ ايه يا جماعه، لندا ثابت ولا متغير هنا؟ متغير يا دكتور. متغير. متغيره، فدي هتخليك لازم تفكر وتشتغل اكتر سنه يعني. فتعالوا نبتدي فيها، لسه معانا وقت. يبقى الاي اكس هتساوي التكامل دي اي، احنا اتفقنا بكام؟ دي اي هي 1 على 4 باي ايبسلون نوت في الشحنه بتاعتك اللي هي لاندا ار دي فاي على مربع المسافه اللي هي ار تربيع في كوزاين فاي، واي واي هتساوي التكامل بتاع 1 على 4 باي ايبسلون نوت لاندا ار دي فاي على ار تربيع في ساين فاي. تمام؟ طيب الار هتروح مع واحده من التربيع، الار تروح مع واحده من التربيع، بس لندا مش هتطلع بره بقى. ليه لندا مش هتطلع بره؟ لان لندا شخصيا داله. يبقى ده معناه ان اي اكس هتساوي 1 على 4 باي ايبسلون نوت في ار تطلع، لان ار ثابت. التكامل بتاع لندا هي لندا نوت في كوزاين فاي في كمان كوزاين فاي دي فاي، واي واي هتساوي 1 على 4 باي ايبسلون نوت في ار برضو في الانتجرال بتاع لندا نوت كوزاين فاي في ساين فاي دي فاي. مين ما فهمش التكاملين دول؟ انا عملت ايه يا باشمهندسين؟ انا عادي خالص قلت ان اي اكس يساوي التكامل بتاع دي اي كوزاين من الجيومتري، واي واي يساوي التكامل بتاع دي اي ساين، مش محتاجه شطاره. صح؟ عملت ايه بعد كده؟ عوضت عن الدي اي. دي هي 1 على 4 باي ايبسلون. الشحنه هي احنا اتفقنا من الاول ان الشحنه هي لاندا ار دي فاي على مربع المسافه اللي هي هنا ثابته الحمد لله، لان طبعا كل النقط بتاعت الدايره ثابته بالنسبه للاورجن. يبقى على ار تربيع في كوزاين فاي. الاي واي هي هي بس معاها الساين. هنا بقى لاندا مش ثابت. لاندا هي لاندا نوت كوزاين فاي. فلاندا نوت تطلع بره لكن الفاي تفضل جوه، لان هو هنا في مين اللي متغير يا جماعه؟ المتغير الوحيد هو الفاي. دي مختلفه عن المساله اللي فاتت. المساله اللي فاتت كان عندك ثلاث متغيرات في نفس الوقت، هنا دي اسهل شويتين لان ما فيهاش الا الفاي. طيب الفاي بقى بتلف من فين لفين يا جماعه؟ حدود الفاي من فين لفين؟ محتاجه شطاره دي ولا ستريت فورورد؟ هتبقى من صفر لاتنين باي. بس منتهى البساطه الفاي هنا مفيش اسهل حاجه في انت بتسال ايه نفسك يا باشمهندس؟ الاليمنت ده يلف ازاي عشان يغطي الجسم؟ صح؟ ايه اول حته للاليمنت في الاول خالص؟ والاليمنت يقعد يلف 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 يلف، يبقى جاب السلك كله ولا لا؟ يبقى هنا طبعا تحديد الحدود من اسهل ما يمكن، هي من 0 الى ايه؟ 2 باي، من 0 الى 2 باي، وانا بلف انتي كلوك وايز يبقى زي الفل. ويفضل تكامل اعتقد كلنا نعرف نعمله، كوزاين تربيع بتفك نص ناقص واحد مش عارف كام، وكوزاين سيتا ساين سيتا برضو تع... يعني التكاملين دول بقى مش مشكلتي انا، مشكلتكم انتوا، دي تكاملات ستريت فورورد جدا تعرفوا تحلوها وتطلعوا النتيجه النهائيه بحسابات ايه؟ الانتجرال اللي انتوا عارفينها. لاندا نوت تطلع بره، ويبقى عندك لكل الحكايه عايز تكمل مره من 0 ل 2 باي كوزاين تربيع فاي دي فاي. انت عارف الكوزاين التربيع بيتفك نص واحد مش عارف زائد كام كده، من 0 للثاني انت عايز تكمل ايه؟ كوزاين فاي
ساين فاي دي فاي، وده برضو بقوانين حساب المثلثات ممكن تحله. المسألة دي لما تشتغل عليها، استنى ما اجيب لك الفاينل انسر، الاي اكس اللي يعني التكامل الكوزاين تربيع هيطلع لك لاندا نوت على 4 ابسلون نوت في الار، وتكامل الاي واي هيطلع بزيرو. تمام، مش عايز اضيع وقت انا في حساب مثلثات. يعني لما تشتغل على الاي اكس هيطلع لك تكامل كوزاين تربيع، كوزاين تربيع هتطلع فاليو، لكن لما تشتغل على الاي واي تكامل كوزاين ساين هيطلع كام؟ زيرو. سيبك من التكامل المؤكد، دي مش مشكلتي دلوقتي، انا مشكلتي ازاي تفهم تتعامل مع جسم دائري، ازاي تعرف تتعامل مع جسم ايه؟ مع جسم دائري. واضح طبعا ان الجسم الدائري مش هيفرق في حاجه عن الجسم العدل، غير انك انت تتعامل مع الانجل اللي هي الكوزاين والساين، مش تتعامل مع مين؟ مع الاطوال اللي هي دي اكس. تمام يا جماعه؟ طيب الدايركشن يا دايركشن؟ لا الدايركشن ثابته. هو قال لك ايه من الاول؟ هو كان عايز يجيب في الاوريجن، مش كده؟ لما قعدت اشتغل لقيت ان مفيش كومبوننت في اتجاه الواي وكومبوننت في اتجاه الاكس، يبقى على طول اي، مش كده؟ ايوه تمام شكرا. دكتور ممكن اتفضل. هي اللندا نوت دي جبناها منين؟ معلش. لا ده كونستنت. لا هو قايل لك في الاول المساله، هو قايل لك في اول مساله ان لندا بيساوي لندا نوت ساين فاي. يعني دي حاجه اصلا هو مديها لي انا مش فاهم. ايوه ايوه هو من الاول قايل لك عندك رود على على هيئه دايره، والدار اللي على هيئه دايره عنده لندا يساوي لندا نوت كوزاين فاي، احسب الالكتريك فيلد از اوريجن. تمام. يعني دكتور اللمبة مش اللمبة عشان هي ثابتة، لكن اللمبة صغيرة. ايه ايه؟ يعني احنا بدلنا اللمبة باللمبة نوت كوزاين ثيتا عشان اللمبة نوت ثابتة. بالظبط. فاللمبة نوت تطلع بره التكامل، وكوزاين فيت وكوزاين فاي اللي تفضل جوه التكامل. تمام. يعني هو مش يونيفورم يا دكتور، يعني كل بالظبط ده نان يونيفورم. طبعا ده نان يونيفورم لان كل حته واخده شحنه على حسب الانجل بتاعها ولا لا. صح؟ شكرا يا دكتور. شكرا. العفو دكتور لو سمحت. ايا كان مين هيتكلم؟ يوسف؟ يوسف خالد؟ اتفضل يا يوسف. هو ازاي شحنه متغيره واحنا اللي هي اللمضه متغيره واحنا بنقول احنا بنقسم الشحنه على طول السلك كله؟ لا انا ما قلتش هقسم هنا ما قلتش هقسم على طول الشحن كله. انا بص في المساله دي ما ادكش التوتال كيو وانا قسمتها على 2 باي ار. هو عمل لي كده؟ لا هو قال لك ايه؟ قال لك من الاول لندا يساوي لندا نوت كوزاين فاي، يبقى هو مديها لك نان يونيفورم ومدي لك الفانكشن بتاعتها ولا لا؟ اه تمام. غير بقى لو كان قال لك ايه؟ لو قال لك عندك رود شحنته الكليه كيو، فانت تقوم عامل ايه؟ لو قسمت كيو على 2 باي ار يبقى جبت الشحنه لوحده الاطوال ولا لا؟ وهتبقى ثابته ولا متغيره؟ تبقى ساعتها ثابته. هتعيدها ثابته عليكم. لكن هنا هو من الاول قايل لك انها متغيره ودي الداله بتاعتها. اه تمام. اتفقنا. هو احيانا بيعمل ايه؟ احيانا يدي الكابيتال كيو واحيانا يدي لك اللندا. مش كده؟ اه. فطبعا لما بيدي لندا يبقى على طول هي نان يونيفورم، مش على طول يعني، لو هي نان يونيفورم لازم يدي لك اللندا. اه فهمت. لما تبقى نان يونيفورم ويدي لك التوتال كيو دي بتبقى ازمه، وهدي هناخدها على اخر الشابتر. اه تمام. لان في الحالات دي لازم اعمل انتجرال قبل ما اعمل الانتجرال، فدي بتبقى فيلم طويل يعني. مفيش داعي نبتدي بيه دلوقتي. دكتور معلش. شكرا يا دكتور. العفو. مين اللي بيتكلم؟ انا جمانة. مش شايف اس. طب اوكي اتفضلي يا جمانة. هو انا بس عايز اعرف هو ليه الدايركشن بتاعها اي مش نيجاتيف اي؟ لان انا في الاخر لما خلصت التكامل طلع قيمه موجبه. تمام. يعني خد بالك، بص انت اتلخبطتي من حاجه، انا خدت الاليمنت ده بس طلع كده صح؟ اه. طيب لما واحد من هنا ما هيطلع مش عارف ازاي، واحد من هنا يعني فاهمه، انا كملت من زيرو باي. فانا المساله دي ايه عيبها يا جمان؟ ان السيمتري انا مش مبينه لي حاجه لانها نان يونيفورم صح؟ اه. فانت مش عرفك اللي من هنا هتطلع فين، مش عرفك اللي من هنا هتطلع فين، مش عرفك اللي من هنا هتطلع فين.
فالمساله دي عشان الجيومتري مش مطلعه لي حاجه الطريقه اشتغلها عادي جدا. وبعدين بعد كده هقول لك حاجه، لو انا اخر الشغل طلعت بالنيجاتيف يعني لسبب ما التكامل طلعها لي هنا، يبقى انا عرفت انها في الناقص اكس مش كده؟ لكن لو هي طلعت بوزيتيف يبقى في البوزيتيف اكس. تمام تمام تمام. يا جماعه انا عايز المسائل دي تحلوها بايديكوا وانتوا مش شايفين الحل، اوكي؟ يعني خبي الحل وشوف هتعرف تعمل اللي انا عملته ولا لا. يا دكتور حلها منين؟ يعني الشيت نزل او كده ولا لا؟ ما انت معاك المسائل اهو، ما انا هعمل الفيديو هصوره بكره باذن الله. تمام. دي مسائل دي مش في الشيت على فكره، يعني لسه ما فيش حاجه نزلت عشان نحل منها دلوقتي. لا انا بقول المسائل اللي انا بعملها في المحاضره. تمام فهمت. حاول تحلها مش انك انت تسمع كلامي، حاول تحلها انك انت تحلها لوحدك الاول، فاهم معايا يا باشمهندس؟ تمام دكتور تمام. حلها لوحدك، في حاجات هتبوظ منك وده طبيعي جدا عشان تفهم. وانا المسائل دي انا عارفها فعشان كده بحلها، لكن لو انت مش عارفها هتجد صعوبه ما في حلها اول مره ولا لا؟ صح. فعشان كده حلها لوحدك الاول واغلط فيها 10 مرات لغايه لما تلاقي نفسك بتعرف تحلها. بس انت هنا بتحلها ومش وعارف ان مش هتيجي هي نفسها في الامتحان، بس هتيجي واحده زيها، فهتعرف تتصرف في الامتحان ولا لا؟ تمام. طب اعتقد بقيتوا فاهمين النظام بتاعنا، وهو اللي يكون هو وهو المفروض ده النظام الصح اللي بتتعلموا فيه الكليه يعني. ها مين حد عايز حاجه كمان يا جماعه؟ خلاص كده خلاص، يبقى احنا باذن الله ميعادنا يوم الثلاث الجاي. احنا